الجوله 34 من الدوري العام قدام حضراتكم هنا نتائج مباريات الجوله 34 الدوري العام. كان انبي كسب طنطا 3-1، وكان الداخليه اتعادل مع وادي دجله 1-1، وكان المصري اتعادل كسب سموحه 2-1. هنتكلم في التفاصيل كلها مع ضيوف الكرام بعد قليل، لسه مستمرين معاكم في نتائج الجوله. الاسيوطي وطلائع الجيش 5-4، الاهلي والزمالك 2-1. اتفضل. لسه مستمرين، رجاء اتعادل مع الاتحاد ايجابيا 2-2، الاسماعيلي كسب النصر بهدفين مقابل لا شيء، والمقاولين العرب خسر من مصر المقاصه بهدف، والانتاج الحربي كسب بتروجيت 2-1. مواعيد مؤجلات الدوري العام يوم الاحد ان شاء الله 29 ابريل اللي هو بكره، الداخليه والمصري الساعه 7 مساء من مؤجل من الاسبوع ال30. ايضا لسه في مؤجلات الدوري العام يوم الاربعاء 2 مايو المصري وانبي الساعه 4:30، ده مؤجل من الاسبوع ال32. ان شاء الله يوم الجمعه 11 مايو الاسماعيلي والمصري الساعه 7 مساء مؤجل من الاسبوع 24. لسه برضه في المؤجلات يوم الاربعاء ان شاء الله 22 مايو ان شاء الله في رمضان بقى وعنا خير، الاهلي مع المصري الساعه 10 مساء مؤجل من الاسبوع 28. نروح بقى لترتيب فرق الدوري العام. خلينا بقى شويه بيبو كده في الدوري ده عشان نشوف الشكل النهائي. الترتيب الاهلي لعب 33 ماتش، فاز في 27، تعادل في 4، خساره 2. هنقول الاهلي بس عشان هو بس على قائمه الدوري العام، ليه 73 هدف وعليه 19 هدف، النقاط 85 نقطة، وله مباراة مؤجلة مع النادي المصري إن شاء الله. الإسماعيلي في المركز الثاني برصيد 67 نقطة، وأقول طبعا النادي الإسماعيلي مبروك إن هو يرجع لأفريقيا تاني إن شاء الله، يكون خير ممثل لمصر في أفريقيا. نادي الزمالك في المركز الثالث 61 نقطة، الزمالك لعب 34 مباراة فاز في 18، في حين الأهلي فاز في 27 مباراة، اتعادل في 7، في حين الأهلي فاز اتعادل في 4، خسر في 9 مباريات، الأهلي خسر في مباراتين، له 45 هدف، النادي الأهلي ليه 73 هدف، عليه 30 هدف، النادي الأهلي ليه عليه 19 هدف، وله من النقاط 61 نقطة. المصري البورسعيدي في المركز الرابع لعب 30 مباراة، لسه ليه 4 مباريات 58 نقطة، وسموحة في المركز الخامس 51 نقطة، إنبي في المركز السادس برصيد 49 نقطة، والإنتاج الحربي في المركز السابع برصيد 47 نقطة، مصر المقاصة في المركز الثامن برصيد 46 نقطة، والأسيوطي في المركز التاسع مع علي ماهر برصيد 42 نقطة. اتفضلوا. مركز العاشر المقاولين العرب مع بشكله الجديد مع كابتن علاء نبيل 34 مباراة ل 42 نقطة، الاتحاد السكندري في المركز ال 11 برصيد 41 نقطة، وبتروجيت في المركز ال 12 برصيد 38 نقطة، طلائع الجيش في المركز ال 13 برصيد 38 نقطة، والداخلية في المركز ال 14 برصيد 37 نقطة، ودجلة اللي هرب ونفد بجلده في المركز ال 15، وكان لازم دجله يقعد بصراحه في المركز ال 15 برصيد 34 نقطه، والثلاث فرق اللي نزلوا للاسف الرجاء وطنطا والنصر، الرجاء 27 نقطه وطنطا 26 نقطه والنصر 22 نقطه. هنتكلم برضه على الفرق دي بالتحديد، فريق الرجاء اللي عمل نتائج ورا اروع مع الكابتن رمضان السيد. هداف بطوله الدوري العام اللاعب وليد ازارو نجم الاهلي ونجم منتخب المغرب 18 هدف، جون انتوي مصر المقاصه 16 هدف، كالديرون الاسماعيلي 14 هدف، وعمر السعيد وادي دجله 13 هدف، واحمد جمعه من النادي المصري 12 هدف، واحمد علي من المقاولين العرب 11 هدف. عبد الله السعيد من الاهلي 10 اهداف، كابونجو كاسونجو الزمالك 10 اهداف، ابراهيم حسن الاسماعيلي 10 اهداف، حسين الشحات مصر المقاصه 9 اهداف، وجونيور اجاي من الاهلي 9 اهداف، وصلاح امين طلائع الجيش 9 اهداف، وخالد قمر من الانتاج الحربي 9 اهداف. دي كانت احصائيه عاملها الزميل هشام محيسن او الجرافيك اللي عامله، ان شاء الله نتكلم بالتفصيل عن كل هذه الاحصائيه وعن نتائج هذه الجوله بالتفصيل الممل، وايضا نتكلم برضو عن مباريات الاهلي المقبله في كاس مصر و
افريقيا. نطلع فاصل عشان نستقبل بقى ضيوفنا الكبار نجوم مصر والنادي الاهلي، كابتن كبير كابتن ماهر همام، وبسم الله الرحمن الرحيم رضا شحاته كان لازم اجيبه طبعا. فاصل ونواصل. اهلا بحضراتكم من جديد، نورني وشرفني نجوم الاهلي ونجوم السادة الاهلي، كابتن الكبير كابتن ماهر همام. اهلا بيك. ازيك يا بيدو؟ نور الدنيا حبيبي، وحشني والله. عامل ايه؟ ربنا يبارك لك يا رب. انا حاسس اهتميت بالشياكه شويه كده. ما هعمل ايه بس؟ شياكتك انت اللي خلتنا نقلدك. منور الدنيا دايما حبيبي 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 يا حبيبي. ايضا نجم مصر ونجم النادي الاهلي كابتن كبير كابتن، كان لازم اجيبه لكم يعني. انا لو كنت اعرف اجيب البيبو، بس بيبو طلع بيلعب في مع الاهلي في اللي هي بطوله النادي الاهلي في السفارات، السفارات المنظمه النادي الاهلي، فبيبو هنا كنت هجيبه، وكنت هجيب ابراهيم سعيد. انتوا عارفين ابراهيم سعيد مش عارف هو فين دلوقتي، بس كنت هجيبه يعني. ثلاث لعيبه بست جوان. منور الدنيا يا كابتن رضا. حبيبي يا ميدو، ربنا يخليك. تمام الحمد لله. يعني مش عايز تقول حاجه؟ حبيبي يعني انا سعيد جدا ان كابتن ماهر طبعا معانا. حبيبي يا رضا على المستوى الشخصي فعلا والله يا كابتن. الله يكرمك. انا سعيد بوجودك معانا طبعا، احترمه جدا. وقليل جدا لما تلاقي حد من اللعيبه الكبيره عنده عايز يساعدك طول الوقت، ودايما يديك معلومات، ودايما يفيدك، وعايز يفيدك بجد يعني. تبقى قليله شويه ولكن هو من الشخصيات اللي انا بحبها جدا على المستوى الشخصي، فانا ببقى سعيد ان هو معايا. وانت طبعا انت عارف ما احنا مع بعض على طول. مع بعض على طول. يعني لما شفت الدوشه اللي اتعملت دي كان احساسك ايه؟ لا يعني بضحك انا يعني. انت عارف لما تبقى الامور بالنسبه لك داخله في حته سخريه يعني، موضوع منتهي. انا حاسم الدوري من بدري جدا، فرق النقاط كبير جدا. من حقك تفرح لما تكسب، ده حق طبيعي، ولكن ما تبقاش الموضوع مبالغ فيه، لان الموضوع منتهي من بدري جدا. وفي الاخر هما ثلاث نقط مهمين طبعا لينا كنادي اهلي، ولكن وارد ان ده يحصل. ودايما كل 10 سنين لما نتكلم ما يحصل قرصه كده عشان نفوق للي جاي، بتبقى حاجه حلوه، ما فيش مشكله بالنسبه لنا. مش كده؟ بالظبط. بطولة خاصة يا ميدو زي ما قال رضا، بطولة خاصة بين الأهلي والزمالك. بنبارك نادي الزمالك على الفوز والثلاث نقاط. وزي ما قال رضا كده، إن احنا فعلا كل فترة لما قعدنا نفكر كده، كل فترة مثلا 10 سنين بيحصل نوع من اللي احنا شفناه يعني. يوم مش يوم النادي الأهلي، ولا جهاز ولا لعيبته ولا جمهوره، إحساسنا من الأول إن لعيبة النادي الأهلي خارج نطاق الخدمة. والتوفيق وعدم التوفيق يمكن ده اللي قاله حسام بدري، يعني كان في شجاعه من المدير الفني ان هو قال ان احنا فعلا ما كناش موفقين في اليوم ده، وان اللعيبه هنتكلم بالتفصيل. خلي بالك لسه هنتكلم بالتفصيل عن عن اللقاء ده تحديدا، بس خليه في الاخر. بالظبط. انا كنت بس باخد منك كلمتين كده. لكن بنبارك نادي الزمالك طبعا. الموضوع زياده يعني بصراحه. لكن انا عايز اقول لك ان من حق نادي الزمالك انه يفرح. لكن جاش المبالغه بقى في الفرحه، لان الزمالك عنده كمان في مشوار في منتهى الصعوبه، كاس مصر. عنده مباراه الانتاج القادمه، مباراه بردك من ضمن المباريات الثقيله. نادي الانتاج من الفرق المميزه بصراحه اللي احنا شفناه، خصوصا مع كابتن مختار في الدور الثاني، عملوا شكل كبير جدا. هنتكلم فبطوله الكاس كمان بطوله مهمه يعني. هنتكلم عن كل الكلام ده يا كابتن ماهر. يعني في الاول عايز اعرف وجهه نظرك في الفرق اللي غيرت مدربين كتير، استقرت على مدربين فرقين، في فرق ما غيرتش مدربين خالص، يعني مثلا فرقه زي النصر ما غيرتش المدرب ونزل، وفرقه زي انا بتكلم على الفرق اللي هي عملت شكل وعملت شكل في الدوري، فرقه زي الاسيوطي استقرت على علي ماهر وما شاء الله عملوا طفره في الدوري وعمل شكل واقنع الناس بادائه وفكره الفني، فرقه زي النصر اللي اتكلمت مع حضراتكم من شويه كابتن سيد عيد نزلوا مع انه برده ما غيرش مدرب. شايف الظاهره دي ممكن نتكلم عليها فين؟ احنا يمكن في استديوهات اللي قبل كده كنا اتكلمنا على ان ظاهره الاسيوط يا ميدو محتاجه للدراسه. واشدنا يمكن من خلال سنه اولى تدريب لعلي ماهر، وده بيرجع للاستراتيجيه اللي وضعها محمود الاسيوطي اللي هو رئيس النادي. واضح قوي ان هو كان مذاكر كويس وحاطط استراتيجيه الهدف منها بس مش انه يبقى بقى في الدوري الممتاز، لا ده بالعكس كمان يحقق نتيجه ايجابيه ويحقق مركز يليق بنادي الاسيوطي. تمام. الاستراتيجيه ديت يا كابتن ميدو يا رضا اللي نجحها له الجهاز الفني. يعني انت ممكن تحط استراتيجيه يبقى عندك رؤيه مستقبليه وبلان بشكل جيد، لكن اللي ينفذ لك الكلام ده محتاج جهاز قوي عنده شخصيه عنده خبرات
والحمد لله رب العالمين. دي موجوده طبعا يمكن في اولادنا هادي خشبه وعلي ماهر، من خلالهم كمان قدروا هم بخبرتهم دي ان يختاروا اللعيبه، يختاروا القماشه اللي هيشتغلوا من خلالها عشان يوصلوا للهدف اللي وضعه مجلس الاداره. وفعلا الحمد لله هم اختياراتهم كانت اختيارات موفقه جدا. يا كابتن ميدو، اربع عناصر في اختيار فرقه الكوره. اول عنصر الخبره، هم اختاروا بعض اللعيبه اللي عندها خبرات في الدوري الممتاز وقدروا يتعاقدوا معاهم بشكل جيد. الخطوه الثانيه لعيب الوسط اللي هي اللعيبه اصحاب المجهود المبذول داخل الملعب. الضلع الثالث اللي هم الناشئين، واضاف بعض اللعيبه من الناشئين منهم يمكن عنتر اللي احنا شفناه من ضمن اللعيبه يمكن اللي كان قدر علي ماهر يسوقها من خلال بدايه الدور الثاني. يعني اللعيبه الافارقه كمان، ودي أنا اضافه. انا صوت تحديدا كابتن هنتكلم صوتي لما يجي المناسبه بتاعتي، انا بتكلم عن الظاهره التغيير المدرب او التمسك بمدرب. يعني شفنا دجله تمسكه بكابتن احمد حسام ميدو في الاول ميدو. وبعد كده اديله فتره كبيره جدا مع ان دجله كان باين في القصه دي. شفنا النصر متمسكين بسيد عيد، اي نعم الاول السنه، لكن الظروف طبعا يمكن حضرتك يعني طالما اشدت الاسيوطي معايا الاستاذ محمود الاسيوطي رئيس نادي الاسيوطي. اهلا بيك يا استاذ محمود. اهلا اهلا، ازيك يا كابتن عبد الحميد؟ كل سنه وحضرتك طيب. وانت طيب. معايا كابتن ماهر همام وكابتن رضا شحاته. تحياتي لكابتن ماهر كابتن كبير. اهلا وسهلا استاذ محمود. اهلا وسهلا. يعني انا عايز ابارك لحضرتك على الشكل العام اللي ظهر بيه الاسيوطي، وعايز ابارك لك كمان على الشكل الفني تحديدا لعلي ماهر اللي كل الناس بتتكلم عليه بصراحه، وكل الناس اثنت على اختيار الاستاذ محمود الاسيوطي لعلي ماهر بالرغم ان كان في انتقادات قبل ما حضرتك تختاره. والله انا الحمد لله يعني كل اللي فكرنا فيه اول الموسم تقريبا حصل واكثر ما احنا متعين. لكن بالنسبه للاختيارات احنا عندنا معايير للاختيار، فاحنا بنشتغل على معايير ومعايير علميه مش معايير يعني احسن، ففي معايير علميه بنشتغل عليها لاختيار المدير الفني، والمعايير دي كانت انطبقت على الكابتن علي ماهر. علشان كده يعني كانت مناسب جدا للمنظومه، لان انت النهارده لما بتيجي تختار الحاجه المناسبه ليك. اكيد ممكن تبقى في حاجات افضل او احسن واعلى، في مدربين في مديرين فنيين كبار جدا في مصر، بس ممكن حد يكون اعلى منك، ممكن يكون حد مش مناسب ليك. اكيد احنا دايما بنختار المناسب مش الافضل اللي موجود في سوق المدربين، وده يمكن اللي بيساعدنا لان بتبقى بترخص الصناعات طموحات المدير الفني نفس الطموحات بتاعتنا، بيبقى عنده روح قتاليه عايز ينجح زي ما احنا عايزين ننجح، فبنقدر ننجح تحت اي ظروف تحت اي ضغوطات. اكيد يا استاذ محمود. يعني انا هسال حضرتك سؤال، يعني اعذرني في السؤال بتاعي، بس انا عايز اعرف منك اجابته لانها تبقى مميزه جدا واكيد هتبقى مفيده لناس كتير قوي. يعني مراره النزول لدوري الدرجه الاولى، اكيد حضرتك مسكت ورقه وقلم وقلت احنا نزلنا عشان 1 و2 و3 و4 والمفروض ان انا اعمل 1 و2 و3 و4. يعني ابرز النقاط اللي كانت مأثره فيك قوي او كانت يعني بدوقك طعم المراره في الدرجه الاولى كانت ايه، واحسن النقاط اللي انت استفدت بيها السنه دي كانت ايه؟ والله ابرز النقاط يا كابتن عبد الحميد، يعني انا لما صعدنا الدور الممتاز انا يعني عايش بره كتير جدا، وانا يمكن اخر 10 سنين اللي انا موجود فيها في مصر. تمام. فاحنا لما صعدنا في خلال 5 سنين الدور الممتاز احنا استسهلنا الامور. استسهلنا الامور واشتغلنا بشيء فيه عواطف شويه. تمام. يعني كان المدير الفني اللي صعد الفريق خدناه كان مجري، ما عرفش حاجه عن اي عن لعيبه المصريه، ما عرفش حاجه عن الدوري الممتاز، خلينا لعيبه كتير جدا من اللعيبه اللي صعدونا في طلعوا معانا في الدوري الممتاز، فكان في شغل فيه عواطف شويه. تمام. فده التجربه خلتنا ان احنا لا ما نشتغلش بعواطف خالص، ان احنا خلاص هو كل واحد ادى مرحلته، واللي يستحق يلعب دور ممتاز يلعب، واللي ما يستحقش هو خد مكافئات واستدامته في التدريب بتاعه ان هو صعد مع دور ممتاز. فدي ابرز النقاط اللي احنا عالجناها لما صعدنا المره دي. جميل قوي جميل قوي. انا بحيي حضرتك على صراحتك. يعني قول لي يا استاذ محمود برضو
علي ماهر ما شاء الله عمل اسم كبير جدا السنة دي بصراحة، أقنع الناس كمان بالشكل الفني بشكل الأسيوطي، عمل نقلة الأسيوطي فنية نوعا ما. بتعتقد أن علي ماهر مكمل معاك السنة الجاية ولا هيكون ليه فرص في أندية تانية؟ يعني خلينا نتفق ان الكابتن علي ماهر عمل موسم قوي جدا وانا كنت متوقع كده هيشتغل بشكل مميز، واحنا توقعنا ان هتجي له عروض كبيره جدا وجات له عروض خلال الموسم ولكن المغريات كتير بالظبط. والنهارده المدير الفني اللي ما عندوش طموحات برضه مش هيشتغل بالظبط، وهو انت الفرق بين المديرين التانيين النهارده الشباب الصغيرين اللي بيبقى عنده طموحات وعايز يعمل نفسه اسمه وده وده وده، عشان كده بيشتغل. فلما بيجي له عرض مغري يعني فرق كبير في الارقام، احنا عندنا ميزانيه ما بنقدرش نخرج عنها لان احنا عارفين مواردنا والموارد محدوده مش موارد مفتوحه، فاحنا بنشتغل على الموارد دي وهو ده النجاح. تمام، ما يبقاش عندك ميزانيات مفتوحه يبقى عندك ميزانيه انت محددها وخلال الميزانيه دي بتشتغل عليها وبتنجح، فالميزانيه بتاعتنا ما تسمحش ان احنا ممكن نوصل الرقم تحت حملنا معاه، لكن هو كان العرض مغري وهو عايز برضه تجربه في انديه مقدمه، ممكن عنده طموح عايز ينافس. كابتن علي ماهر كوتش كبير جدا وهيبقى له كبير جدا في الدوري، واحنا حاجه بتسعدنا انا سعيد جدا. قبل كده كابتن مؤمن سليمان اشتغل معانا وطلع من عندنا على الزمالك وعمل احسن مدير الفنيين كان، ولو كان كمل في الزمالك كان الدنيا اتغيرت، ولو كان الظروف المتاحه عنده دلوقتي لاي مدير فني كان متاحه للكابتن سليمان كان حقق. كان عندنا قبل كده الكابتن خالد بلال، كان عندنا الكابتن علي ماهر يعني بيشتغل بالعلم وبيشتغل وبيتعب كتير جدا وهو اخيرا ربنا بيكافئه وربنا كافئنا احنا، فاحنا ما قدرناش الا نشكره على المجهود اللي هو بذله طول الموسم، حقق نجاحات كبيره جدا. انعكاس النجاحات دي علينا احنا كنادي الاسيوطي، النهارده احنا الحصان الاسود، النهارده احنا المركز التاسع، النهارده احنا بالميزانيه بتاعتنا قدام فرق كتير جدا متصرفه ثلاث اربع اضعاف الميزانيه بتاعتنا، فهو ده النجاح. هو ده النجاح، فاحنا النهارده احنا الاثنين شركاء في النجاح، فهو لازم يكسب ثمار نجاحه واحنا بنكسب ثمارنا، وانا مش قلقان لان احنا برضه هنشتغل على المعايير اللي احنا شغالين عليها، وانا عندي ثقه في المنظومه وعندي ثقه لان احنا بنوفر للمدير الفني اجواء يعني ما قدموش الا ينجح، ما عندوش تقريبا مشكله واحده. يعني هو شغال طول الموسم بس بيفكر في الملعب، وكل المشاكل لو طلب اي حاجه متاحه بنشتغل احدث اجهزه عندنا تدريب، احدث اجهزه طبيه، اللعيبه مقيمه طول الموسم تحت عينين المدير الفني، بيدي محاضرات، بيدي اللي هو عايز يعمله، فده برضو عوامل مساعده كتير جدا للي عايز يشتغل واللي عايز ينجح. والله يا استاذ محمود يعني انا بصراحه يعني ما سعدتش بلقائك قبل كده، لكن انا بصراحه بحيي حضرتك على احترامك الزياده قوي وكلامك بصراحه العقلاني جدا والمنطقي جدا كمان ليك والعلي ماهر ولكل المديرين الفنيين اللي اشتغلوا مع حضرتك، كلام محترم جدا بصراحه يعني. شكرا جدا على كلامك ده. لكن قبل ما اقفل مع حضرتك يعني الاستاذ محمود الاسيوطي هيحفز او هيلاقي دوافع للعيبه عشان لقاء الاهلي اللي جاي هيكون شكلها ايه؟ طبعا الدوافع موجوده، النادي ده محتاج اسهل مباريات بالنسبه للمدير الفني والاداره. الدوافع المعنويه موجوده عاليه جدا. انت بتلاعب النادي الاهلي، انت بتلاعب بطل افريقيا، نادي مصنف افريقيا وعالميا، فانت اللعيبه بالنسبه لها انت بالعكس انت لو حطيت دوافع اكثر ممكن تعمل اكبر على اللعيبه، ممكن اللعيبه تبقى مضغوطه ما تاديش الماتشات اللي زي كده. احنا عندنا لائحه، عندنا لائحه في الكاس حتى لو ما كانش طرف المباراه النادي الاهلي، كنا هنطبق اللائحه يعني هي اللائحه
بتقول ان احنا في دور الثمانيه مكافاه مثلا 10,000 جنيه كل لاعب في دور الثمانيه، تتضاعف في الدور الاربعه، تتضاعف توصل 30,000 جنيه في الدور النهائي. فهي اللائحه موجوده 10,000، احنا ما بنغيرش اللائحه على فكره يا فتح حميد. احنا النادي الوحيد اللي في مصر اللي استحاله نخرج عن اللائحه، اللائحه متوقف اللعيبه بتمضي عليها والجهاز الفني بيوافق عليها، كل الناس بتوافق عليها، وبنشتغل طول الموسم بدون خروج عن النص. كل واحد عارف حقوقه، كل واحد عارف واجباته، وده برضه عامل كبير في النجاح، لان انت ما بتشتتش اللعيب خارج الملعب، خلاص هو عارف ان في لائحه وهو حافظها، ومش محتاج المدير الفني يقول له الماتش الجاي هنعمل كذا كل الكلام ده مش موجود. فدي حاجات تفيد، يبقى في استقرار، في استقرار ذهني للاعب، لان اللاعب المصري برضه هو نفسه عارف احنا عندنا مفروض، فانت لما بتشتته اكتر ما بتاخد من تركيزه. فاحنا موضوع اللائحه طول الموسم ثابته، واحنا كمان التجاره ملتزمين فيها جدا، يعني بنطبقها زي ما الكتاب قالوه، واللعيب عارف خلاص، يعني اللعيب عارف هو ليه واخد الموسم ايه، والماتش ده هياخد ايه، والماتش الجاي هياخد ايه. فالحمد لله من الناحيه دي احنا عندنا استقرار. اتمنى طبعا نعمل ماتش كتير قدام النادي الاهلي، زي ما ماتشات النادي الاهلي اللعيبه الماتشات كلها مكاسب، يعني انت حتى لو اديت كويس وهزمت الناس كلها تتكلم عليك، انت لو عملت نتيجه ايجابيه دي هتتكتب في كتب التاريخ، لكن انت عملت نتيجه ايجابيه قدام النادي الاهلي. فماتشات الاهلي والزمالك والانديه الكبيره دي ماتشات دايما كلها بتطلع منها بمكاسب. فنتمنى التوفيق ان شاء الله، ونتمنى تطلع مباراه تليق بدور الثمانيه، ويطلع من غير اصابات، يعني النادي الاهلي عنده بطولة افريقيا، نتمنى له التوفيق في بطولة افريقيا، واحنا ان شاء الله عندنا طموح ان احنا اكيد نوصل. يعني اقول لك على سر يا استاذ محمود بقى، اقول لك على سر كابتن ماهر همام، كان كل ما تيجي سيره الاسيوطي لازم يقعد يشكر في حضرتك كتير جدا، وانا بصراحه ما بحبش اقعد اشكر في حد عشان ما حدش يقول ايه اصل بيشكر في ده وبيسيب ده، فانا عرفت دلوقتي هو كان بيشكر فيك ليه بصراحه. يعني انا دلوقتي انا اتاكدت هو كان بيشكر فيك ليه. كلام محترم جدا وشخصيه محترمه وعقليه احترافيه، بتمنى لحضرتك التوفيق فيما هو قادم. لكن انا لمست من كلام حضرتك ان علي ماهر خلاص يعني ممكن تكون اخر سنه ليه مع الاسيوطي، ممكن الاستاذ محمود الاسيوطي يفكر في مين؟ هل هتفكر في اسم ولا هتفكر في فعل؟ احنا فكرنا واخدنا قرار، بس نقدر نعلنها اكيد اكيد الكابتن علي ماهر النهائي، يعني اكيد اكيد احنا لسه عندنا مباريات مهمه، لكن احنا القرارات موجوده في الذهن وكل حاجه واضحه بالنسبه لنا احنا، لكن طبعا الاعلام ده لازم يبقى اكيد فيه. اكيد انا بحترم طبعا كلام حضرتك ورايك جدا، لكن مدرب شاب طيب ولا مدرب كبرات؟ هو نفس المواصفات المواصفات والمعايير طيب. اللي احنا بنشتغل عليها. هو انا حسيت اقول ولا بلاش؟ والله اقول براحتك. يعني انا ممكن اكون شايف عماد النحاس يكون مع الاسيوطي السنه الجايه. انا عموما اتمنى لك التوفيق في كل ما هو قادم استاذ محمود، وحضرتك عقليه احترافيه كبيره جدا. يعني انا الشكل انا شايف الشكل بين الاثنين، ربنا يسهل يعني بعد مباراه الكابتن ان شاء الله. ان شاء الله انا بشكر الكابتن ماهر همام طبعا، هو بصراحه كده بيدي لك حقك يا استاذ محمود. بالتوفيق يا استاذ محمود، يعني كده بيدي لك حقك بصراحه بعد المكالمه معاك دي وضعتها واضح من بدايه الموسم، يعني كان في رؤيه لحضرتك، رؤية فنية يعني كانت واضحة، والحمد لله اتحققت بخير، يعني بالتوفيق ان شاء الله باذن الله. الحمد لله، شاكرين جدا. بالتوفيق ليك يا استاذ محمود، وتشرفت بالمداخلة بتاعت حضرتك، وان شاء الله كل التوفيق لفريق الاسيوطي فيما هو قادم باذن الله. لا انا عايز اقول لك ميدو، لو سمحت لي يا رضا، اتفضل. بالنسبة للفرق انت بتشكر في الراجل كتير قوي. لا ودي حقيقة، وواضح واضح من البداية، يعني واحترافي وعقلاني بصراحة. وكمان يمكن كنت بقول ان الفرق اللي نازلة يا رضا يا ميدو لازم تاخد بالها بقى الكلام ده. يعني وحتى الفرق اللي طالعه، بنبارك طبعا الفرق اللي طلعت الثلاثه اللي طلعوا، بنقول لهم لازم يبقوا عندكم فعلا وقت ودرايه ان احنا نستفادوا من هذه التجربه، ومش عيب، ده الاحتراف. هو ابرز ما قاله يا كابتن ماهر ان هو لا مجال للعاطفه بالظبط في كره بالزبط. القدم يعني بالزبط. خليك احترافي قوي، قلبك احترافي قوي، ولا مجال للعاطفه، وده اللي بيساعد بشكل كبير جدا على النجاح. بس عايز اقول لك كمان يا كابتن ميدو ان النصر والاسيوطي والاهلي
والمصري والانتاج اللي حافظوا على مدربينهم الفنيين. كنت بتكلم قبل الهوا بتحلل الاسئله. لا انا بس برد على السؤال اللي انت سالته. يمكن قبل الهوا كنت انا ورضا بنتكلم ان احنا محتاجين ان المؤسسات دي تحافظ على مدربينها اكيد حتى لحد الدور الاولاني اكيد. يعني ادي فرصه بس للمدرب انه يقدر ياخد يشم نفسه يقدر يشتغل. فنتمنى طبعا دي محتاجه حلقات بقى لانها جزء اداري مهم جدا ان احنا نناقشه ان ازاي يبقى عندنا لائحه وعندنا نظام وضعه الاتحاد او مجلس الادارات ازاي نحافظ على قيمه المدرب اكيد. مش كده بعد كل 3 4 مباريات في اخفاق سايبين رضا بقاله كتير. الراجل ده متعود على كده. الراجل ده متعود ان هو لما ينزل يجيب جوانا كابتن ماهر. اه طبعا يعني متعود يعني كنا محتاجين الماتش اللي فات بيسميه يعني لو عايز تعلق برضو على ظاهره المدربين وتغييرها واستقالات واستقدام. لا ظاهره المدربين قبل ما اسالك في ماتش انبي بنتكلم على ظاهره المدربين. انت بتخلي المدرب بالتبعيه بيعمل حاجات هو مش عايز يعملها. يعني ايه بيعمل حاجات هو مش عايز يعملها؟ مدرب هيلعب هيبدا معاك الدوري ممكن يلعب 5 ماتشات ويمشي. فهو عايز يستفيد على قد ما يقدر. فممكن يستفيد بطرق سلبيه. يجيب لعيبه ما لهاش قيمه او لعيبه مش قد المسؤوليه او هجيب لعيب او اجيب 3 لعيبه فهضطر اخد 2 او 3 تانيين عشان في حاجات كده في الكوره احنا عارفينها كلنا مش عايز اقولها على الهوا يعني. فانت لازم تدي المدرب مساحه كبيره يقدر يشتغل 6 شهور على الاقل عشان الناتج يبان. مفيش مدرب احنا مش ساحر يعني انا مش ساحر انا مش همسك فرقه هبقى ساحر بعدها بثلاث لقاءات اجيب بطوله او اعمل اداء. فالموضوع ده محتاج دراسه من اتحاد الكوره ويبقى ليها حدود. ما ينفعش مدرب من هنا لهنا 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 في سنه واحده. مدرب يمسك 4 فرق ما فيش حاجه اسمها كده يا جماعه. يعني ده لازم يتحط لها قوانين ولوائح. احنا دايما بنتكلم في الموضوع ده كابتن ماهر وعارف الكلام فيه بيبقى كتير جدا اللي هو المدرب ومين اللي غلطان؟ مجلس الاداره بيجيب مدرب ولا المدرب اللي بيقبل ولا فين المشكله بالظبط؟ يعني هل العقليه الاحترافيه زي ما قال الاستاذ محمود الاسيوطي اللي فكر في حاجات احترافيه وحاجات علميه بيجيب مدرب بيها المفروض ان هو بيحط 1 2 3 4 شكل الكابتن ماهر امام يناسبني شكل رضا شحاته يناسبني بس العقليه اللي بتختار. هل هو اللي غلطان ولا المدرب زي ما قال رضا شحاته والكابتن ماهر امام هو اللي بيروح علشان فلوسه خلاص ويقعد يلف على الانديه ان هو بيجمع فلوسه خلاص ولا العيب فين؟ انت تشوف مدرب راح نادي ويفشل وبعد كده اقول لك ايه اصل انا جيت على مدير فني واختيارات. طب ما انت اللي اخترته ورحت وانا ضربتك على ايدك قلت لك تعالى بالظبط ودي مشكله. فشايف المشكله الاساسيه فين؟ المشكله لو حبينا نرقمها المشكله دايما في المدرب. المشكله دايما بتبقى في المدربين ان انت بتقبل بحاجات. يعني انا النهارده قبلت امسك فرقه خلاص ما اجيش انت ما تمسكش من البدايه. المفروض انا واحد قاعد مش لاقي شغل وواحد كلمني تعالى امسك فرقه ده موضوع تاني. انت كده ما احنا قلنا احنا بيلف على الانديه ده موضوع تاني. انما المدرب اللي عايز ينجح مش هيقبل باي حاجه. المدرب اللي عايز يبقى ليه اسم وتاريخ مش هيقبل باي حاجه. في ناس بيتعرض عليها وبترفض لان هو الوضع دلوقتي لا يسمح ان هو يمسك في الوقت ده. فمش همسك في الوقت ده لان انا مش هحرق نفسي ومش هحرق رصيد. في ناس بقى يعني بيبقى وفي مدربين يعني في الكوره كانوا كبار قوي والحاجات دي حرقتهم ومش موجودين في الساحه بالشكل اللي كانوا موجودين عليه فبيقلوا رصيدهم بيقل. اللي داخل دلوقتي لو انت ما حافظتش على الشكل ده انا لو مكان علي ماهر النهارده لو انا مش هروح مكان مستقر معاه لعيبه كويسه وامكانيات كويسه مش هتحرك. لو رحت مكان شبه الاسيوطي في الامكانيات لا ما اتحركش حتى لو فيها فلوس مادي اكتر. تفتكر علي ماهر ممكن يمسك ايه؟ سموحه ولا دجله؟ لا سموحه اتوقع ولا دجله؟ برضه لا سموحه. بس انا عايز اقول لك حاجه يا رضا. عايز اقول لك حاجه يا ميدو. التجربه بتاعت علي ماهر ديت انا اتمنى ان علي يكمل سنه كمان. ليه بقى؟ لان انت برضك سنه واحده مش كافيه في التدريب. لكن لما تبقى سنه ثانيه انت خلاص حطيت كل الجوانب الاداريه والفنيه حطيت ايدك عليها حطيت عينك عليها. حتى النتائج حتى خبرات اللاعبين خبرات المباريات الاحتكاك. فانت سنه ثانيه بتقل المدرب. في فرق ان انا وانا جاي من 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 الاسيوطي وانا عندي تجربه لمده سنتين وفرق ان انا جاي بسنه. يعني عايز اقول لك وبعدين التوفيق ماشي معايا يعني الحمد لله انا النهارده محقق في المكان ده المركز التاسع وعامل نتائج مع الكبار وحقق ارقام جميله. انا في رايي زياده خبرات لعلي ماهر ان انا اكمل المشوار مع الاسيوطي المره الجايه والدوافع تزيد اكيد هيبقى في دوافع اكتر في استراتيجيه. طب وليه ليه ما يبقاش يعني الاستاذ محمود الاسيوطي قال لك انا بحترم المدرب اللي عنده طموح يعني انا خايف برضك يبقى فيها ريسك. احنا دلوقتي خلاص متفقين ان احنا يعني كل اربع مباريات المدرب بيمشي. لكن انا ممكن هنا الاسيوطي يصبر عليا النتائج اللي انا عملتها قبل كده واخد بالك شغل اللي عملته قبل كده يقدر يشفع لي. لكن انا هروح الريسك في النقله الثانيه
هيبقى زي الرهان. انا لو مدرب جامد بس هو علي ماهر شخصيته بيحب كده يعني, يعني هو الشخصيه وبعدين لو مدرب جامد يا كابتن ماهر يا رضا, انا لو مدرب جامد كابتن ماهر مثلا ماسك نادي معين قال لي تعالى ميدو عايزك تبقى مدير فني للنادي ده, هقول له انا عندي كذا وكذا وكذا والشرط الجزائي كذا وكذا وكذا, مش انت عايزني بس بقى زي ما اتعامل مع ايهاب جلال, بتعمل مع مؤسسه كبيره زي مؤسسه نادي الزمالك, ايهاب جلال كان في جرأه في جرأه وفي شجاعه وان راح وراهن الراجل على نتكلم في المحور. انا عايز اعلق على النقطه دي بس, انا شايف ان المدير الفني عشان انا وجهه نظري يعني, انا مدير فني لازم امسك الفرقه من بدايه الموسم, اجيب لعيبه واعمل فتره اعداد وابدا ادخل الموسم ده ادخل كده, انما انا ما ادخلش على فرقه في نص الموسم دي ابدا. انا مش مقتنع بيه خالص, ريسك كبير, لان انت هنا في الحاله دي انت ما جبتش اي حاجه. انت لا انت عارف الفرقه دي اتمرنت ازاي ولا عملت فتره اعداد ازاي ولا اللعيبه دي جت ازاي وحالتهم ايه, ما تعرفش عنهم اي حاجه. بس في مدرب واثق من امكانياته. امكانياتك هتعمل ايه؟ تعمل اي حاجه؟ لا, مفيش حاجه اسمها تعمل اي حاجه, في حاجه اسمها انت بتشتغل عشان الناتج يظهر بعد فتره, مفيش حاجه ميدو بتظهر بعد يومين, مفيش حاجه تعمل بعد اسبوع. حتى لو النتائج ساعدتك, حتى لو النتائج ساعدتك, لا ما تجيش نماذج. حتى لو النتائج مساعدك مش في شغلك. لا مش نتائج, مش شغلك, مش نتائج. انا عمري ما اتكلمت عن نتائج, عمري ما كانت النتائج عندي مقياس. انا بتكلم على الشكل, بتكلم على المضمون, بتكلم على اللي انت تقول ايه, لا ده الفرقه دي اتغيرت, الفرقه دي في حاجه هتغير. بس زي كلنا اتكلمنا على الرجاء هيتغير, بس انا بتكلم انت لما تبقى انت بتروح تمسك فرقه من البدايه بتجيب اللعيبه اللي تنجح فكرتك, غير لما انا اروح على مكان بالظبط انا ما اعرفش اللعيبه دي نوعيتها لا تسمح للفكره انا فبضطر انا كمدرب اغير فكره عشان تمشي مع اللعيبه. ممكن تمشي وممكن لا, فهنا فيها مجازفه. انما لو انا ماسك من بدايه الموسم لا جازف, لان انت هتجيب النوعيه. انا بقى رضا بحب العب بطريقه معينه, هجيب النوعيه اللي تمشي مع طريقتي, مش هروح على فرقه انا هشكل نفسي عليهم. طب افرض دلوقتي انا مثلا, احضرنا كابتن انتوا فتحتوا موضوع للنقاش, انا دلوقتي مثلا رئيس نادي وجبت مدرب من اول السنه واختار وعمل زي مثلا دجله وميدو, الراجل عمل كل حاجه وكان عايز يدخل بطموح جديد وكان عايز يعمل حاجه جديده. لا, الدنيا ما مشيتش معاه, فكر هنا مختلف. قول لي, لان دجله في التوقيت ده اللي انا سمعته يعني في التوقيت ده ان هم كان عندهم اهداف ثانيه, ان هو عنده هدف ان يعمل حاجات تسويقيه. انا بتكلم في هنا لما لا ما ينفعش تعمل حاجات تسويقيه. انت هنا لما تيجي تعمل حاجه تسويقيه انا فرقتي تعلى في المراكز الاولى ومن هنا ابدا اسوق, ما سوقش وانا شغال. فكره التسويق, انا ده وجهه نظري, ان فكره التسويق انا بالنسبه لي اعلى بفرقتي الاعلى درجه وبعد كده ابدا اسوق, ما سوقش وانا ماشي اصلا تحت بمطار خطر او لعبة صغيره. طب بلاش, ممكن تروح عامله مني كده زي ما حصل. بلاش دجله للاسماعيلي, ماله الاسماعيلي كان ماشي كويس قوي, حصل المدرب بتاعهم جاله عرض اكبر مشي. انا بدي لك بقى مثال عن نقيض تماما. تمام, ايه مشكله الاسماعيلي هنا؟ مختلفه برضو الاسماعيلي هنا, بس بيحصل ظروف. انت لما انت كمدير انت كرئيس نادي في ظروف خارجيه بتحصل لك طبعا, بتجيب حد بيحصل له حاجه. انا وانا بختار بقى النادي الاسماعيلي, لو انا رئيس نادي الاسماعيلي انا اختار حد شبه الاسماعيلي او طريقه لعبه واسلوبه يمشي معايا, مش بجيب مدرب شاطر. انا بقول انت بتقول انا ضد ان المدرب يجي في نص السنه. لا, انا ما احبش ان المدرب يجي في نص السنه. افرض حصل ظروف, يحصل ظروف, يبقى انا هنا دور الرئيس النادي ان هو بيجيب شخصيه علي ماهر بصيغه الكلام, يعني ان هو اللي بنتكلم عليه هو علي ماهر, تركيبته وطريقه لعبه تنفع مع نادي الاسماعيلي او لا, يبقى موجود, لا يبقى بره. طب علي ماهر تركيبته ده السؤال اللي كنت اساله الكابتن ماهر همام, برضه فكر وقول لي برضه, عشان سؤال مهم, تركيبته تمشي مع اي رئيس نادي؟ هيختار حاجه زي اللي قصدته كده, يعني هيحتاج شخص رئيس نادي يبقى عنده شخصيه, عنده دوافع, عنده امكانيات ماديه لايحه تقدر عنده صبر, تساعد, عنده صبر, اختيار للاعبين, اللاعبين اللي يقدروا يعملوا بقى الشغل اللي هينجح علي ماهر, واخد بالك؟ فعلي ماهر اكيد عينه. طب فين علي ماهر؟ زي ما قال رضا, انا شايف ان سموحه يمكن اقرب محطه لعلي ماهر الفتره اللي جايه, فيها نفس المقاومات اللي هيقابلها في الاسيوطي, فيمكن عشان كده علي ماهر فكر ان هو ينقل للسموحه, وبعدين مع بدايه الموسم هيقدر يحط الخريطه والاستراتيجيه مع فرج عامر رئيس النادي واختياراته للعيبة. انا شايف ان سموحه عنده بعض اللعيبه المميزه يقدر يضيف عليهم بعض العناصر اللي تساعده, وزي ما رضا قال كده برضك انا معاه من بدايه الموسم,
تفرق يا ميدو، تفرق كتير قوي. انك انت من بدايه الموسم خلاص انت عرفت كل الجوانب الفنيه والاداريه اللي موجوده من خلال فرقتك، بتحط انت الاستراتيجيه وطريقه اللعب واخد بالك والخطه اللي انت هتشتغل من خلالها، تبدا اللعبة تنفذ، يبدا الموسم بالنسبه لك. هو ده الاستقرار اللي احنا محتاجينه للمدرب المصري خلال الفتره القادمه. اوكي، نروح بقى نشوف الماتشات. امبي وطنطا كان في الاسبوع 34 وانتهى بفوز امبي بثلاث اهداف مقابل هدف. شايف برضو المباراه، مش هنقول شكلها كان ايه، احنا اكيد ما اتفرجناش على كل مباريات الدوري يعني، لكن كلمني في العموم، كلمنا عن شكل انبي مع خالد متولي، كلمنا عن شكل طنطا مع عماد النحاس. لا طنطا يعني لو هنتكلم على طنطا هنتكلم على الثلاث فرق اللي نزلوا. ما احنا هنيجوا، انت جيت في ايه ونزلت في ايه، او انت بتطلع ليه، ايه اهدافك؟ في اغنيه كده باين يعني. اه بالظبط، رحت في ايه ورجعت. هو انا مش فاهم ايه الاهداف والله بجد، يعني جاي في ايه وسافرت فيها معايا فريق اعداد انت عارف. يعني هي الفكره كلها، انا بنتكلم، انا بحتك بتجربه كابتن ماهر عشان في الاخر اخد منها اخطائي واللي انا عملته كويس واللي انا عملته وحش عشان انا اعدل. زي ما قلت بنتكلم على صوتي، خد خبره فرجع فبقى كويس. الفرق كلها انا حاسس ان الفرق دي بتطلع عشان تبقى موجوده في الدوري الممتاز وبتنزل تاني ويرجعوا يعانوا اشد معاناه. طيب انت اتعلمت من قبل كده فرحة لما يطلعوا انت تاني. في حاجه خدتها؟ لا ما خدتش حاجه. هي دي الفكره. انما انبي كابتن خالد ماشي معاه بشكل كويس جدا، بقى له فتره طويله في نادي انبي مع الجيل اللي قبل كده ومع كابتن طه بصري وكابتن يحيى، فاستفاد منه كتير وبيحتك بشكل كويس، وهو كمان علاقته باللعيبه بتبقى كويسه، ليه حته كده خارج الملعب هو مميز فيها بصراحه، واتمنى له التوفيق وبنبارك له على الفتره اللي جايه كمان ويحقق بقى مركز الانبي متقدم اللي هو متعود عليها الانبي في الفترات اللي فاتت يعني. اكيد اكيد يعني كان انبي، كنت جبت الكابتن عبد الناصر محمد مدير الكوره في نادي انبي، كنت اتكلمت معاه عن استقرار الجهاز الفني نادي انبي السنه اللي جايه، فقال لي ان شاء الله كابتن خالد متولي. ما تحاول تجيب لنا الكابتن خالد متولي على التليفون يا هشام لو ينفع يعني، لو تليفونه متاح. ده كان مباراه انبي وطنطا، دي الاهداف يا كابتن ماهر. لو حضرتك عايز تتكلم برضو بسرعه لان احنا عندنا انبي المؤسسه البتروليه اللي عودتنا على المنافسه بشكل كبير جدا، ووجودها في الجدول خلال السنوات السابقه كانت علامه استفهام يعني بالضبط. مع الاسف عارف السيد كان الهدف الاول ولكن طبعا وجود ابن من ابناء النادي خالد متولي زي ما احنا اتكلمنا عليه، عنده خبرات وعنده شخصيه واشتغل مع مدربين على اعلى مستوى استفاد منهم بشكل كبير. فالنهارده لما بيقود التجربه كابتن ميدو، العامل النفسي زي ما اتكلمنا قريب قوي من اللعيبه، اللعيبه بتحترمه وهو بيحترم اللعيبه، بيقدر يطلع منهم الحاجات الجميله اللي احنا شفناها خلال المباريات السابقه. ويمكن شفنا احنا طبعا اخر مباراه اللي احنا شايفينها دلوقتي، ثلاث اهداف لانبي، عرفة السيد وحمدي فتحي وعمر الحلواني، ودول من نجوم انبي اللي بيعتمد عليهم خالد بشكل كبير جدا. يمكن عرف السيد من المهاجمين المميزين داخل ال 18، بيجيد العاب الهواء، بيقدر يحرز اهداف قويه. وضع انبي كمان يا كابتن ميدو وكابتن طارق السادس على في الجدول، ده انا شايف موقع جميل جدا خالد شارك فيه بشكل كبير مع لعيبته مع ادارته، بيصل للنقطه 49. استاذنك يا كابتن ماهر بس عشان عارف كابتن خالد متولي عصبي ممكن يعني. معانا كابتن خالد. مساء الفل يا ميدو يا حبيبي. والله العظيم وحشني جدا يا كابتن. حبيبي انا برضه العصبي يا ميدو. بلاش على الهوا، بلاش على الهوا، خلي بالك. منتهى الصبر يا كابتن خالد والله. بلاش كابتن خالد. كابتن خالد ارحب بيك الاول. كابتن خالد متولي المدير الفني نادي انبي، يعني اهلا وسهلا بيك طبعا في قناه النادي الاهلي، اول مره التقي معاك في قناه النادي الاهلي، منورني ومشرفني. وانت عارف بقى انا علاقتي بيك ايه، من اطيب الشخصيات اللي ممكن تقابلها في حياتك. ممتاز شويه لكن من اطيب الشخصيات وحاجه طبعا جميلة. ده انا سعيد جدا طبعا يا كابتن عبد الحميد، انت طبعا اخويا طبعا وانا كان ليا الشرف ان انا دربتك في ده. انا اتشرف بيك كابتن، ربنا يخليك. وسلامي طبعا لكابتننا وكابتن مصر افتخر بدفاع كابتن ماهر همام. حبيبي يا خالد حبيبي طبعا. لا والجناح الطائر طبعا اخويا طبعا وحبيبي كابتن رضا شحاته. حبيبي يا كابتن، ربنا حبيبي يا كابتن خالد. يعني انا ببارك لك على النتائج الجميله اللي حضرتك عملتها مع نادي انبي، وبصراحه عملت طفره في النتائج والشكل الفني كمان وفي عدد الاهداف، حاجه جميله جدا بصراحه. وانا كنت متوقع كده، وكنت قابلت الكابتن عبد الناصر او عمل معاه مداخله بعد ماتش انبي اعتقد اللي قبل اللي فات، وسالته عن مستقبل الكابتن خالد متولي مع انبي
السنه الجايه وقال لي كابتن خالد متولي مكمل، وده اول سؤال كنت احب اساله لك، كابتن خالد متولي مكمل مع انبي السنه الجايه ان شاء الله؟ والله يعني باذن الله ان شاء الله ربنا يسهل يا كابتن ميدو. ان شاء الله باذن الله طبعا، يعني المجلس طبعا مكلمني ومهندس علاء طبعا يعني الحمد لله واخد بال حضرتك، ولكن في طبعا قاعده لازم يعني في قاعده ان شاء الله في خلال الاسبوع الجاي، لكن الامور ستيبل تماما يعني وزي الفل. لكن انا ليا رؤيه وليا برضو استراتيجيه بنعرضها على مجلس اداره المهندس علاء واستاذ زكريا واستاذ مصطفى الامير. انت طبعا كنت يعني من هدافين مصر وهدافين اندي، انت عندنا سيستم وعندنا نظام، فانا ليا رؤيه طبعا وليا فكر، لان طبعا يعني عايز اندي يتحط. هو ده كان سؤالي ليك، والله كان سؤالي ليك اللي جاي، يعني كابتن خالد متولي حضرت الجيل الذهبي كاملا مع كابتن طه وكابتن يحيى الله يرحمه ومحسن اليهم، وشفت انبي يعني في قمه عطائها وفي قمه مجدها بالظبط. فهل كابتن خالد متولي طموحاتك بقى، طموحاتك واللي جواك وعايز تعمل انبي؟ اتفضل. طبعا اتمنى طبعا يا كابتن عبد الحميد ان احنا نوصل لهذا المستوى من الكم اللي انتوا كنتوا متجمعين فيه. كانت في يمكن كان في ناس هقول لحضرتك كانت انصاف نجوم، بقت نجوم كبيره جدا، دي حقيقه دي هدافين، واخد بال حضرتك، واضافوا وهم اللي عملوا مجد وتاريخ لاندي بالبطولات اللي انتوا عملتوها في خلال طبعا بقياده طبعا اخويا الكبير وكابتني الله يرحمه كابتن طه بصري وكابتن يحيى اسماعيل. فكان ليا الشرف ان انا اشتغلت معاهم حوالي 6 7 سنين، واشتغلت معاهم في النادي المصري، واشتغلت معاهم في بتروجيت، فطبعا في خبرات كبيره جدا استفدتها من العظماء دول في كل حاجه، سواء في النواحي داخل الملعب او خارج الملعب. فانا اتمنى طبعا ان احنا نجيب بعض الكيانات او الافراد اللي هي تقدر عندها الطموح اللي هي يعني تعمل بيه حتى لو جزء كبير، يوصلونا للي احنا بنتمناه ان انبي يوصل له. لكن طبعا في تدعيم، لازم يكون في تدعيم في خطوط كثيره جدا، سواء خط الدفاع او نص الملعب او المهاجمين، ولكن الاستراتيجيه والهدف ان انا اللي انا حاطه لازم يتوائم مع سياسه النادي. اكيد انا برضه لازم اقعد قعده ونشوف ايه هم عايزين، ايه عايزين نوصل لايه بناء عليها. كابتن عبد الحميد انا طبعا بعرض الحاجات اللي عندي وبنقعد وبنتكلم، وان شاء الله باذن الله هنوصل لرؤيه يعني محترمه يليق بنادي انبي ان شاء الله. يعني اكيد يا كابتن خالد، يعني ابرز السلبيات اللي حضرتك شفتها الفتره اللي فاتت كانت ايه؟ يعني لا بص، انت عارف طبعا حضرتك، انت مش غريب على نادي انبي، ان تغير المدربين، واخد بال حضرتك، كل مدرب ليه استراتيجيه وليه فكر، واخد بال حضرتك، وليه اسلوب لعب وطريقه لعب بالظبط. يعني كابتن طارق العشري مسك في الاول، واخد بال حضرتك، وطبعا وتولى المسؤوليه بعده الكابتن ايهاب جلال، تولى المسؤوليه بعد كابتن ايهاب جلال اخويا طبعا الكابتن طارق عبد الله، وبعد كده انا توليت المسؤوليه. فحضرتك طبعا الحاجات دي كلها بتفرق في الاداء، وبتفرق طبعا في اسلوب اللعب، وبتفرق كمان في اللعيب نفسه. يعني في لعيب واخد بال حضرتك بيستريح مثلا مع ياسين فبيبدع معاه، يمكن حضرتك يمكن الفتره الاخيره وانت متابع كويس قوي، يمكن عرف السيد مش هو ده عرف السيد اللي قبل كده، يعني عرف في تطوير. علي فوزي ما شاء الله، يمكن عبد الرحمن عامر واخد بال حضرتك، الحلواني كمان الفتره دي كان ماشي كويس جدا. انا بتكلم بعض العناصر اللي هي يعني القديمه او اللي كانت من اول الموسم. ففي برضو انت ليك بعض الرؤى واخد بالك، وبعض الفكر اللي انت بتحاول تفرضه على بفكرك على الاداء اللاعبين، فبيختلف طبعا ده المدرب ده عن المدرب ده. فكان تغيير المدربين هو اللي اثر على النتائج وحط انبي في المشكله ديت. ده من ابرز او من اهم العيوب اللي كانت بيمر بيها نادي انبي. انا بتفق معاك تماما في النقطه دي، ان يعني انبي ليه شكل زي الاهلي ليه شكل، زي انديه في اوروبا ليها شكل. المدرب اللي بيجي انبي لازم يبقى شكل انبي، مش انبي اللي شكل المدرب. الله ينور عليك، صح بالظبط يا كابتن، ده مهم جدا. يعني زي ما انت حضرتك، ان انا اصل انبي ليها سيستم معين، نظام معين. بالظبط بالظبط. انا باجي بخش في المنظومه، واخد بالك، وبعمل بس عمليه ايه، نواحي تنظيميه في الملعب او حاجه، ولكن طالما السياسه موجوده، النظام موجود، انت بتحط عليه بعض التاتشات بتاعتك انت بفكرك عشان تطلع المخرج او المنتج اللي انت هتقدمه. فان شاء الله نتمنى باذن الله انبي باذن الله في خلال
الموسم الجاي يكون احسن باذن الله ان شاء الله. يا رب يا كابتن خالد، انا شهدت فيك مجروحه طبعا، لكن اتمنى لك كل التوفيق مع جهازك الفني وكل الاحترام ليك ان انت طلعت هاني عبد الله معاك كمان، لانه يستاهل شخصيا طبعا بشكل النادي طبعاً. وحاجه بصراحه ربنا يكرمك يا رب من كل قلبي، وانت عارف ان شاء الله السنه الجايه ان شاء الله تحط انبي في المركز اللي يليق بيه معاك ان شاء الله. كابتن خالد حبيبي كابتن حميد، وسلامنا طبعا لكباتن مصر كابتن ماهر والكابتن رضا شحاته. التوفيق يا خالد، التوفيق ان شاء الله. حبيبي كابتن، اتفضل. هنروح لفصل هنشوف فيه ونسمع فيه في او عن حصاد هذه الجوله، ونرجع لحضراتكم. شهدت الجولة 34 لبطولة الدوري العام والأخيرة في الموسم رقم 59 للمسابقة العديد من الأرقام والإحصاءات التي تعكس ما جاء في المباريات، فقد انتهت 6 مباريات بالفوز، منها 4 مباريات لأصحاب الأرض وفوزين فقط للضيوف، فيما تكررت نتيجة هدفين لهدف في 3 مباريات، حيث فاز كل من المصري والزمالك والإنتاج الحربي بهذه النتيجة على أندية سموحة والأهلي وبتروجيت على الترتيب، فيما جاءت مباراتا إنبي مع طنطا والرجاء مع الاتحاد الأعلى تهديفا بأربعة أهداف بعد فوز إنبي بثلاثة أهداف مقابل هدف، فيما تعادل الاتحاد بهدفين لمثلهما مع الرجاء. وبالنسبة لركلات الجزاء فقد تم احتساب 3 ركلات وتم تسجيلهم بنجاح، حيث سجل وليد سليمان الأولى للأهلي أمام الزمالك، خالد أمر للإنتاج الحربي على حساب بتروجيت، فيما أحرز جون أنطوي الثالثة في مواجهة فريقه المقاصة أمام المقاولون العرب. الأهداف تم تسجيلها بواسطة 24 لاعبا، من محمد رضا لاعب وادي دجلة، أحمد عفيفي لاعب الأسيوطي، أيمن حفني لاعب الزمالك، السيد الشبراوي لاعب الإنتاج الحربي. المحترفون سجلوا حضورهم في الجولة الأخيرة للدوري عن طريق تسجيل 5 أهداف، حيث سجل الكونغولي كابونغو كاسونغو للزمالك، والإثيوبي أوميد أوكري لسموحة، والبوركيني بانسي للمصري، والغاني جون أنطوي، والغاني تلانداي لطلائع الجيش. محمد عواد حارس الإسماعيلي ومحمد كوكو حارس المقصة نجحوا في الحفاظ على نظافة شباكهم في الجولة الأخيرة للدوري. من جديد، يعني كنا قبل الفصل اتكلمنا مع انبي وطنطا، وجبنا مدير الفني لنادي انبي كابتن خالد متولي على التليفون، ويعني شرح لنا كل حاجه حصلت في انبي، وان شاء الله كل التوفيق لانبي في الفتره اللي جايه. نشوف ماتش الداخليه ودجله مع كابتن ماهر همام، يعني كابتن ماهر شايف برضه شكل الداخليه وشكل دجله؟ هو الداخليه يا ميدو علاء عبد العال، يعني في كيمياء واضحه قوي بين علاء وبين الداخلية، يعني علاء يمكن في المحطات اللي خارج الداخلية ما كانش موافق بشكل كبير جدا، لكن عودته للداخلية زي ما تقولك في كيمياء بين المدرب وبين المنظومة في حد ذاتها. علاء بيعتبر ابن من أبناء الداخلية، من المدربين اللي احنا شفناهم مع الداخلية يمكن الأعوام السابقة كان بيحقق نتائج وبيحرج الكبار بشكل كبير جدا، الأهلي والزمالك، لكن يمكن السنة دي موقف الداخلية في المركز ال 14 أنا شايف إن موقفه يعني كان في شيء من الصعوبة السنة دي، لكن وادي دجلة مع طارق العشري يمكن في كام محطة كده عملنا مداخلة مع طارق العشري وقلنا له الله يكون في عونك يا طارق، المهمة كانت صعبة جدا جدا يا كابتن ميدو على طارق. يعني وادي دجلة من المؤسسات المحترفة الكبيرة اللي موجودة في الدوري الممتاز، وضع دجلة السنة دي كان محير بشكل كبير، كان علامة استفهام من بداية الموسم تولية كابتن ميدو، يمكن كان ليه استراتيجية ميدو وليه وضعه والسيستم دي الأهداف قدام حضرتك يمكن كان معظمها بداية إن كان منها تسويق زي ما رضا قال، ومنها إشراك بعض الناشئين بعدد كبير، وأنا شايف إن التجربة دي ما نجحتش وأخذت وقت يا ميدو بشكل كبير، أثرت بعد كده على طارق العشري اللي جه تولى
حتى في المرحله الانتقاليه يمكن ما كانش عنده مساحه ان يقدر يجيب لاعبين او ثلاثه يقدروا يقوموا وادي دجله في خلال هذه الفتره، لكن خبره طارق العشري مع صبره ومثابرته فضل لاخر لحظه هو كان اقرب فريق اللي يقدر ينشئ يعني يقدر ينقذ وادي دجله من خلال المنافسه القويه اللي بينه وبين الثلاثه الهابطين الرجاء وطنطا والنصر. وفعلا طارق نجح يمكن في المباراه الاخيره ان هو يقدر يحقق النتيجه الايجابيه ويحقق الرقم 34، ويمكن رقم 34 هو اللي بعده بشكل كبير جدا من شبح الهبوط. تمام رضا، لو عايز تتكلم على الداخليه ايضا. لا الداخليه يمكن احنا كنا بنتكلم من شويه على حته ان انت بتختار مدرب شبه الفرقه او شبه طريقه اللعب او اسلوبه، ويمكن كابتن علاء مع الداخليه هو ليه طريقه لعب، والداخليه خلي بالك في ملعبها صعبه جدا يعني في ملعبها بتبقى فرقه صعبه والامور بالنسبه لك وانت بتلعبها بتبقى الامور ما بتبقاش سهل. ليهم شكل واضح، نسبه معدل جري كبيره جدا، و في فرق بنقول عليها ايه رخمه، في فرقه رخمه في الكوره مش ما تعرفش تكسبها بس هم كده في ملعبهم، فهم في ملعبهم فرقه منظمه جدا ما بيزهقوش من تكرار التكتيك اللي بيبقى موجود، ما بيزهقوش خالص، بيقدروا ينفذوه طول الوقت مهما كانت النتيجه او التغيرات اللي بتحصل في النتيجه، ولكن هم لهم سيستم واضح وما بيتغيرش طول السيزون تقريبا. لما نتكلم على دجله كانت الامور بالنسبه لهم صعبه شويه، في ضغوط عليهم، يمكن الداخليه كانت اهدى، بدات دجله تفوق دلوقتي شويه، خلاص هو كان الامور بالنسبه له كانت سهله. طيب اخد كابتن احمد حموده المدرب العام لنادي دجله، اهلا بيك كابتن احمد. حبيبي يا كابتن حميد، كل سنه حبيب. وانت طيب وبخير. وانت طيب يا حبيبي، الله يخليك يا كابتن. يعني الكابتن الموجود انا عارف كابتن ماهر همام وكابتن رضا شحاته. كابتن رضا شحاته كل سنه وانت طيب يا حموده وبالتوفيق ان شاء الله. انت طيب يا حبيبي. يعني اعتقد بقى انت بدات تنام كويس. ابتدينا ابتدينا طبعا الحمد لله طبعا يعني الله يكون في عونكم بصراحه، كانت الفتره اللي فاتت والله الحمد لله كانت ضغوط كانت عاليه علينا كلنا، على الاداره وعلى الجهاز وعلى اللعيبه على كل الناس، يمكن ده ظهر بشكل كويس يمكن اخر مباراتين يعني الحمد لله النتيجه كانت ايجابيه بالنسبه لنا ان احنا كسبنا طبعا الانتاج وده اللي قعدنا في الدوري، وبعديها ماتش الداخليه حتى واحنا بنلعب 10 لعيبه كان الشكل معقول شويه عن الماتشات اللي قبل كده. يعني انا اسالك سؤال بس تجاوبني عليه بصراحه. اتفضل. يعني كنت متوقع في اي لحظه ان دجله ينزل؟ لا والله بالامانه والله الواحد كان عنده ثقه في ربنا والحمد لله عندنا ثقه في طبعا، واحنا يعني الاداره واقفه جنبنا بشكل كويس، واحنا ككياس كنا الحمد لله يعني كان عندنا يقين ان ربنا هيكرمنا وهنقعد، واللعيبه الحمد لله كانت لعيبه بس لعيبه كلها كبيره اللي عندنا، بس طبعا كانوا بيلعبوا تحت ضغط البونت طبعا، فدي كانت فارقه معاهم، ويمكن ده ظهر في اخر مباراتين كان الشكل احسن من الاول بكتير، انما الحمد لله كان كلنا ثقه في ربنا وفي اللعيبه يعني الحمد لله. يعني كنتوا بتتغلبوا على فقد النقاط ازاي يا كابتن احمد؟ يعني كنتوا متوقعين ان انتوا تفقدوا نقاط بالطريقه دي، ولا كابتن طارق كان متخيل ان هو لما يمسك دجله الموضوع كان هيبقى اسهل من كده؟ لا والله هي في البدايه كانت الامور سهله، يعني احنا اول اربع مباريات بعد ما تولينا الموضوع كابتن طارق تولى الموضوع الامور كانت كويسه، كنا ماشيين بشكل كويس، جمعنا 10 بونت في من 12 بونت طبعا من اربع مباريات يعني الشكل كان كويس، وابتدينا نحط رجلينا بشكل كويس، بعد كده حصل دروب برضه ماتش الانتاج وماتش الداخليه في نهايه الدور الاولاني، يمكن دول اللي فرقوا معانا، يمكن خسارتين ورا بعض فرقوا معانا، فابتدينا نعاني تاني، جينا في الاخر الحمد لله يعني وقفنا بشكل كويس، انما هو في الاول وفي الاخر كان ضغط طبعا، احنا كنا عارفين ان هيحصل الكلام ده في فتره من الفترات، انما هي ان الداخليه طنطا كانت ماشيه بشكل كويس، وكان الرجاء ابتدى يقرب مننا بشكل كويس قوي، يمكن مع كابتن رمضان السيد طبعا يعني كانوا خسروا من 8 مباريات او 9 مباريات خسروا ماتش الزمالك بس بالزبط. النتائج ابتدت تقرب، البونت ابتدى يقرب لينا، فده كان بيعمل علينا ضغط وعلى اللعيبه ضغط، انما الحمد لله الواحد كان كله ثقه ان ربنا هيكرمنا يعني. يا رب دايما يا كابتن احمد. يعني كنت عايز السؤال ده للكابتن طارق، بس اكيد حضرتك طبعا اقرب شخص ليه يعني في الملعب على الاقل، ايه اللي طلعتوا بيه من الفتره اللي فاتت دي، الفتره العصيبه اللي فاتت دي؟ والله بص يا كابتن عزيز، احنا في الفترات اللي احنا كنا بنخسر فيها لو بصيت
هتلاقي كل الغلطات حاجات فردية. مش هنتكلم يعني في تفاصيل ومين اللي غلط ومين اللي ما غلطش والكلام ده كله، والكلام طبعا مش بنلوم اللعيبة طبعا، يعني احنا اول ناس ملومين، انما احنا بنتكلم اللعيبة الحاجات كلها كانت حاجات فردية، ما فيش حاجة جماعية، يعني ما بنختارش مثلا بثلاثة وباربعة والكلام ده كله. الغلطات كانت بتبقى مثلا واحد بيغلط، زي مثلا هنقول مثلا اخر ماتش الاهلي مثلا خسرنا بغلطة في الراجل الزحلق وهو بيجري باتريك طبعا غصب عنه طبعا راح ازاره وجاب جول وخسرنا المباراة بالشكل دوت. ماتش الزمالك يعني خسرانين في اخر الماتش بكرة فاول اتلعبت غلطة جوه ال 18 برضه نفس الكلام، هي كلها غلطات فردية، انما طبعا احنا طبعا ما يعني بنتحمل المسؤولية مع اللعيبة طبعا. كابتن طارق الراجل اشتغل بشكل كويس جدا جدا والله، مش عشان يعني مش عشان شغال معاه، انما هو راجل محترم جدا في شغله، راجل بيشتغل من اول يوم ابتدينا نشتغل تكتيك ازاي وازاي الناس تقف في مركزها بشكل كويس، التمركز في الملعب، الحته الهجوميه اتعملت بشكل كويس، انما هو في الاول وفي الاخر بيبقى في توفيق وعدم توفيق. أكيد. احنا التوفيق ما كانش محالفنا الفتره اللي هي يعني الفتره اللي هي بعد ما مسكنا باربع خمس مباريات ابتدت الفرق يعني يبتدي تقرب منك، وانت الضغط ابتدى يتعمل على اللعيبه بتاعتك شكل البونت طبعا اللي هو كل الناس بتقرب، وطبعا احنا ما مريناش بالظروف دي، واللعيبه كمان معظمها صغير كمان ما بيستحملش الضغط ده بالظبط. يعني احنا مثلا عندنا مش اقل من 10 12 لعيب، يعني 98 و97 حاجات، يعني انت بتتكلم مثلا عندنا لعيب رضا اللي حط جول ماتش الداخليه دوت مواليد 2000 فيعني طبعا ضغط. احنا يمكن لعيبنا عندنا لعيبه خبرات تبتدي توقف اللعيبه دي على حيلها شويه في الملعب، يمكن كان احمد عيد موجود، كان صافي موجود، اسامه عزب موجود، انور، حسام، حسام عرفات، في لعيبه كبيره في الملعب، انما برضه احنا عندنا لعيبه كتير جدا كانوا صغيرين، ويمكن من بدايه الموسم الجديد ان شاء الله باذن الله هتلاقي اللعيبه دي هيبقى بشكل مختلف تتقل في الملعب ان شاء الله باذن الله. الموسم الجاي ان شاء الله من بدايته تكون النتائج بالنسبه لنا ايجابيه ان شاء الله. مكملين ان شاء الله يا كابتن؟ والله يعني هو لغايه دلوقتي طبعا احنا موجودين، لان في ماتش الكاس يوم الثلاث الجاي مع سموحه، فلغايه دلوقتي احنا موجودين ان شاء الله باذن الله. يمكن الكابتن طارق هو اللي يعني يتكلم في حته ان هو يعني ادى حريه للناس ان هي لو عايزه تغير طبعا مجلس الاداره طبعا، وده حقهم هم حسب ما هم شايفين مصلحه النادي فين، انما الكابتن طارق طبعا اتكلم في الجزئيه ديت، الراجل يعني بيقول انا كملت المهمه ان انا جاي من اجلها ان انا اقعد الفرقه في الدوري الممتاز، لان كان في بدايه الموسم كانت الامور صعبه علينا شويه، فهو يمكن حقق اللي هو كان عايزه وابتدى يسيب الخيار لمجلس الاداره. يعني كابتن احمد، في حاله انتم مكملين او مش مكملين اكيد بتعملوا تقرير عن حاله الفريق واحتياجاته، شايف ابرز الخطوط اللي ممكن تدعموها في حاله وجودكم ان شاء الله؟ والله لو احنا موجودين ان شاء الله باذن الله طبعا محتاجين، يعني احنا السنه دي مثلا في سيد سالم مثلا باك ليفت وحيد هو اللي بيلعب على طول طبعا، سواء الراجل مصاب مش مصاب بنحاول نضغط عليه، لان الحته ديت بالنسبه لنا ما كانش فيه البديل الموجود بشكل كويس، لان كان معانا عمرو طارق كان بيلعب مساك وبيلعب باك ليفت، هو مشي من 3 4 اشهر كده سافر امريكا، فطبعا الحته دي كان عندنا برضو نقص فيها شويه. ناحيه الرايت يمكن كان بيلعب اسامه العذر وكان في الاخر خالص موجود صافي، وعندنا لعيب كويس اسمه غسان في الحته اللي تحت ديت. نص الملعب اكيد هندور على زيندر يبقى موجود تاني في نص الملعب، محتاجين طبعا فرد او فردين ان شاء الله في الدنيا. تمام. ابراهيم انا دايما مكمل ولا هيرجع تاني؟ لا مكمل باذن الله. مكمل ابراهيم انا دايما لعيبه كويسه، وكان معانا مش الموسم دوت، هو كان موجود معانا من موسمين برضه كان عامل شكل كويس، بعد كده سافر راح اليونان وبعد كده رجع تاني، فان شاء الله لا مكمل. ابراهيم صغير في السن واللعيبه كويسه جدا اللي في مصر، يعني الافارقه المعدودين في مصر. يعني كابتن احمد ان شاء الله كل التوفيق ليك مع كابتن طارق العشري مع وادي دجله، وان شاء الله يكون مستقبل موفق بالنسبه لكم ان شاء الله. كابتن احمد حموده المدرب العام لنادي دجله، شكرا جدا على هذه المداخله. نروح لماتش المصري وسموحه يا رضا. يعني ماتش المصري الاهداف هنا مختلفه، المصري اهدافه مختلفه تماما. طبعا عايز يحقق المركز الثاني، في منافسه بينه، ده دوري ثاني خالص بينه وبين الاسماعيلي على المركز الثاني، والكابتن حسام عايز يمشي في البطولات كلها باتزان، يعني يبقى شكله كويس، نتائج كويسه، وقدر ان هو يخرج باللقاء ده
بالفوز. ايه الاهداف قدامك يا كابتن رضا؟ بالفوز. بص يا ميدو دايما انا عايز اعلق على الاهداف دي. يعني لو جبت الهدف ده من البدايه التمركز بتاع خط الظهر هو ما حدش ماسك حد وما حدش شاف حاجه. يعني بص اللعيب واقف هناك في طرف الملعب واللعيب مش شايفه. يعني انا مش قادر افهم ان مديله ظهره ازاي. يا اما انت سايبه بعدك بخطوه يا اما هو تحت عينيك فما ياخدش الفرق ده. الفرق ده استحاله لان انت واقف كمان هو مش مدي مساحه انا واقف بجنب عشان اقدر اعمل سبرنت بسرعه. لا هو واقف على رجليه الاثنين فعشان تعمل الترن وتلف وتلحقه مش هتلحق. طب انت جاي لي في حته في حتتي بقى كابتن ماهر بقى يعني استاذنا يعني معاك. هات لنا الجون ده ثاني لو سمحت. يعني شيء الغلطه الدفاعيه هنا كانت ايه؟ الرضا بيتكلم على مبادئ الدفاع. يعني اول حاجه الغلطه الدفاعيه كانت في الهدف اللي فات. اتمنى لو سمحت بس خلينا نقف كده. وقفت الخط ككل عامه خلاص واخره الباك ليفت. عموما الباك ليفت كان المفروض يعمل ايه؟ خلي بالك لان هو هنا لسه نازل لتحت شويه. ينزل لتحت شويه عشان يشوفه. طب انا اسمع رايك في الاخر اهو. كان عايز كان المفروض ينزل تحت شويه. طب رضا لا هو في الوضع ده لسه ما وقفش على رجليه الاثنين. انت لو مشيت الكوره هي الكوره لسه ما طلعتش. ماشي الكوره لا هي انا عايزها في لحظه وهي بتطلع هنا تفرق. ولحظه وهي طالعه من رجل الراجل في نص الملعب هي هنا لسه. هو بص رضا لسه الكوره بعيده خالص. بص ميدو هو في حلين. الحل الاولاني ان انا ممكن اطلع الراجل ده اوفسايد. اول ما يلعب الكوره اطلع راجل اوفسايد ان هو الوحيد مع الثلاثه. هو الوحيد اللي مع الثلاثه المهاجم اللي موجود بس كاخر في الخط كويس. واخد بالك كده ارجع ورا شويه. نرجع ورا شويه كمان. معلش ده لسه ما لعبش كوره. كمان يعني في الحالات دي كمان. في الحالات دي كمان. ميدو ممكن بس اطلع بس هنا اطلع بالخط اطلع. يعني في الحاله دي ممكن اطلع انا بالخط ان هو مهاجم واحد بس وانا مش شايفه وزمايلي اللي معايا طالعين. يعني طالعين بيساعديني خلاص تمام. فانا كمان لازم ابقى مطالع معاهم. واخد بالك ممكن اطلع الكره دي اوفسايد خلاص تمام. لو انا بقى ما طلعتش معاهم الحل الثاني ما طلعتش معاهم يبقى لازم اعمل عمق اشوفه واشوف الكوره ولما تبدا تطلع ترجع خطوه ارجع خطوه تمام. تطلع من الراجل ابدا اتحرك على الراجل. خلينا ارجعها زي ما هي. لو سمحتوا يا جماعه ارجعها تاني معلش عشان نسمع الفيديو نفس الوضع بالظبط. نفس الوضع. لا والله خالص بس انا بس الحاجات دي بتبقى ارجع ورا شويه كمان معلش كمان ايه بقى ما انت قلت لا كمان هقول لك ليه. بس هقول لك انا ليه دلوقتي. ها بس هنا ماشي. هقول لك هنا في مشكله في حاجتين. قول لي. اولا هما الاثنين السرد باكات التانيين واقفين على خط في فرق خطوتين على الاقل. هو المفروض يبقى معاهم. هو لو بقى معاهم ده اوفسايد خلاص شكرا ماشي. ادي اول واحده ماشي. تاني واحده حتى لو الاثنين دول لا استنى بقى انا هقول لك دي واحده لما نطلع الكوره. ما انا عايز اقول لك بس لا هنا هقول لك ليه. لان هو هنا خد باله ان راس الحربه هيجري وده هيلعب. اوكي ماشي. فعشان يلف بص هو الوضع بتاع رجليه الاثنين واقف على رجليه الاثنين ميدو ده غلط. ما ينفعش سيرد باك او باك ليفت او باك رايت يبقى واقف على رجليه الاثنين ثابتين. هو الطبيعي هنا في الوضع ده يبقى واقف بميل ناحيه يعني يبقى واقف بميل عشان تبقى رجلي بتساعده في ان هو يجري. تمام. ماشي الكوره بقى هو هياخد قرار يجري فالتاني واخد وشه في الملعب. بص هنا الفرق ده هو وشه في الملعب التاني خلاص جري. ده عشان يعدل وضع جسمه ويبدا يجري. الفرق هنا بقى خلاص يعني اطلع بالكره وانتهى والموضوع انتهى. خصوصا يا رضا خصوصا يا ميدو ان هي في الشريحه بتاعته. يعني هي في الحيز بتاعه واخد بالك. فهو لازم يعدل نفسه بمعنى انه يشوف الكوره ويشوف الخصم وضع جسمك وبعدين القرار بقى. يعني انت مبادئ الدفاع تقول لك ان انا اشوف الكوره اشوف الخصم وبعدين القرار بالنسبه للتغطيه والميلات. ده وجهه نظري في الجون ده. انا الدوري المصري بقى في الكوره دي حدث ولا حرج. كل الاعضاء بتتكرر كتير طيب خلينا على الجول ده عشان هنتكلم عليه. بس اخد بس نجم سموحه كابتن مهدي سليمان. ازيك يا مهدي عامل ايه؟ ازيك يا كابتن عامل ايه؟ كل سنه وانت طيب يا حبيب قلبي. الحمد لله تمام. حضرتك طيب يا رب. ايه الاخبار انت طمنا عليك. تمام كله تمام يا حبيبي. احنا بنجيب الجول الاهداف بتاعه المصري وسموحه لو انت شايفنا. مش عارف انت شايفني ولا لا. انا بره الصراحه. تمام هدف منسي الاول. يعني انا عايز اكلمك على سموحه كشكل عام يا كابتن مادي قبل ما اكلمك عنك انت شخصيا. احنا السنه دي زي انت حضرتك عارف حلو قوي. كنشنا اهو خابت اهو تمام. ممكن غيرنا ثلاث مدربين. في كم ناس رجعت من اصابات كتير. انا اخر 10 ماتشات لعبتهم كنت لسه راجع من اصابه والحمد لله لعبتهم. في محمود عزت برضو رجع من اصابه. في عمر سعد رجع من اصابه. في احمد حسن مكي رجع من اصابه. كل ده كنا مصابين بصليبي.
ورجعنا يعني. انتوا كان عندكم هوجه صليبي، ربنا يبعد عنكم بقى بعد كده. الحمد لله. يعني انتوا خلصتوا الصليبي بقى، كفايه كده. كفايه بصراحه. استناد والسنين الجايه. بالظبط بالظبط. وتمساح برضو رجع من اصابه برضو من 3 شهور، فالحمد لله يعني يعتبر كملنا دلوقتي. ف خلصنا الموسم ده، ويعني ان شاء الله يبقى نتعدي الموسم الجديد بشكل كويس يعني. مادي انت لسه مستمر مع سموحه اعتقد؟ مستمر عادي فيه سنه ونص. سنه ونص يعني. انا جددت لما اصطدت الثاني، كنت جددت سنتين، خدت منهم نص سنه يعني. هم اختاروا توقيت مناسب. اللي هو هتجدد هتجدد. يعني كان فاضل لي 6 شهور وخلاص ابقى فري. سبحان الله. يعني كلموني يعني وجددت يعني. انا مستريح برضه في النادي هنا، ونادي محترم وباشمهندس بصراحه، مش متاخر على الفرقه باي حاجه. ان شاء الله ندعم الفرقه السنه دي كمان بشكل كويس السنه الجديده، عشان نقدر نبقى مكانه احسن ما كنا مفنشين فيها السنه دي. يعني يا مادي، قبل برضو ما اسالك على مستقبلك وطموحاتك ونفسك تعمل ايه وتروح فين، يعني قول لي. كابتن ميمي عبد الرازق دايما بيبقى بياخد مسؤوليه الراجل المنقذ. شايف ان هو بيعمل ايه في الفريق عشان يفوقه كده تاني؟ يعني بيجيبوا مدربين اجانب ومدربين على مستوى عالي جدا، لكن كابتن ميمي عبد الرازق بيرجع يقول لا، انا ليا شكل تاني، انا ليا بصمه تاني مع سموحه. هو الصراحه الراجل قريب من اللعيبه مثلا. هو طيب يعني جدا، وبيحاول يقرب الناس كلها البعيده والقريبه، بيحاول يلم الفرقه كلها، وبيحاول يلعب الناس كلها. يعني شغله كله كوره، ويعني ما اعتقد يعني بيجي في وقت ما فيهوش فتره اعداد، ما فيهوش تجهيز يعني. بيجي في وقت في نص الموسم كوره بس. يبقى اصلا يعني الفرقه محتاجه، هي واقفه على رجليها كويس والناس كويسه، محتاجين بس ان الناس تديهم يلعبوا براحتهم شويه، بيدي حريه للفرقه كلها. هي بس تلعب براحتها، فممكن شويه هو ده اللي بيخلي الامور تمشي بشكل كويس يعني. اكيد. كلمني بقى عن مستقبل مادي سليمان ونفسك وطموحاتك، تروح فين؟ مش عايز اقول قبل الاصابه وبعد الاصابه، لغايه دلوقتي. لا الحمد لله، انا بعد الاصابه انا الحمد لله 7 ماتشات ورا بعض. ما شاء الله، ربنا اهداف يعني. الحمد لله ما فيش الا الماتش اللي فات ده اللي دخل جونين. الحمد لله بعدي بشكل كويس بعد الاصابه يعني. طموحاتي بصراحه انا مستريح في النادي، الدنيا كويسه، بس نحاول ندعم شويه وان شاء الله السنه الجديده نبدا زي السنين اللي فاتوا، وخدنا تاني وخدنا تالت وصعدنا في افريقيا مرتين، نقدر ندعم الفرقه بشكل كويس، وعشان نقدر ننافس يعني على قدام شويه، تالت تاني. دي طموحاتنا يعني دايما، احنا ننافس يبقى في المربع. اكيد اكيد على افريقيا يعني. اكيد. ونادي سموحه بصراحه يستاهل، لان نادي سموحه يعني امكانياته مميزه جدا، لعيبه وكل حاجه يعني. يا رب بس ندعم بشكل كويس، في كذا مراكز ناقصه عندنا، فيا رب ندعم بشكل كويس، هيفرق معانا السنه الجديده. وعن طموحات انا يعني ان شاء الله انا بجتهد، انا ماشي بشكل كويس، فاضل لنا ماتشات الكاس، لو عرفت ادخل ضمن الاربعه يعني كاس العالم وكده، يبقى ده الحمد لله يعني. ربنا يكتب لك الخير يعني. ربنا يكتب لك الخير، وانت عارف اللي بجتهد ربنا بيكافئه دايما يعني في ثانيه. بس اذبحوا حاجه بقى عشان الاصابات دي يا مهدي، يعني طلعوا شويه يعني ونذبح. والله يا كابتن احنا يعني انت حضرتك عارف. انا عارف مصر بي كل الماتشات في كل شهر بنعمل حاجات كتير. أنا عارف. بس هي يعني الحمد لله يعني، هي بتاع ربنا. الحمد لله. نورتني وشرفتني يا كابتن مادي، كل التوفيق ليك. جدا. ربنا يخليك يا رب، ربنا يخليك. يعني نرجع للجون ولا ايه؟ عشان اصل الوقفه. يلا بينا، هات الجون بسرعه عشان بقى انا هكسب كابتن مارو وكابتن رضا شحاته. ده الجون بتاع جون سموحه. يلا جون سموحه، علشان وقفه الباك ليفت يا كابتن ماهر. بس لا لا، هات ثانيه بس، نرجع ثانيه. وقفه الباك ليفت الطبيعي ان لما بيكون الكوره، انا فقدت الكوره وعنده مساحه ان هو يبقى مساك ثالث في الطريقه دي. فهو لو خد خطوتين بس لجوه، مش لورا، لو خد خطوتين لجوه مش لتحت، احنا مالناش لبره. احنا قلنا جوه، قلنا ينزل لتحت يعني. لو لا الكلام اتغير، لغه الكوره بينزل لتحت يعني لجوه. عندك حل من اثنين، يا اما هتقف مع زمايلك وتتبعد خطوتين فده يبقى اوفسايد، يا اما حتى وانت واقف غلط، لو واقف صح بوقفتك هتلحق. هي دي انا قصدي كده، اللي هو يدخل لجوه.
ولو واقف هو مش واقف كده غلط، لو وضع جسمه صح هيلحق. ده قصدي ان انت واقف مفيش سيرت باك، لو وضع جسمه صح مش هيلحق، لان هو التاني اسرع منه في الطبيعي هيلحق اميدو. يعني عشان اسرع اميدو قلنا يعني هنا اقرب لجوه ولتحت عشان اسرع يعمل المسافه دي. تحت يا كابتن يبقى كده مغطي الاوفسايد. ما خلاص هو كده اوريدي غطى الاوفسايد خلاص. لا هو لو نزل تحت تاني يبقى كده مغطي الاوفسايد. عشان السرعه بقى، انت بتتكلم خطا نقطه مهمه انه واقف اصلا غلط. اتقاط السرعه غلط وهو مش حاسس بزمايله. تمام، هنا زمايله حاجات مهمه جدا يعني بصراحه، دي حاجات تدريبيه مهمه جدا طبعا. ولازم كمان ميدو يقرب منه لان هو في الشريحه بتاعته، يعني هو في الحيز بتاعه. تملي الكره لما تخش في الحيز بتاعك يبقى مبادئ الدفاع بتقول لي ان انا اروح اقرب من الراجل، اقرب من الراجل. انا بتكلم في العكس. انت تمركز. العكس بقى انه الناحيه الثانيه ان هو يبقى عامل كفرنج بجوه، يدخل في عمق يدخل في عمق مع الثلاثه. كابتن ماهر بيتكلم برده في حاجه برده، ان هو لو قرب من الراجل هيضايقه. لكن احنا بنتكلم في المبادئ نفسها، ان هو امن عمقي بحيث ان الكره لو راحت على الاطراف ابدا انا اتعامل. لكن هنا الاول اللي بتقول عليها والثانيه بقى اللي بنتكلم عليها انه يقرب. تمام، عايزين اهداف المصري بقى، لان احمد جمعه جاب هدف مميز. بنتكلم على بنفيكا كمان. حسن لازم تتكلم، يعني مدرب انا بحبه جدا على المستوى الشخصي، ناجح جدا مع النادي المصري. ايه الهدف اللي اعلن باقل الامكانيات؟ باقل الامكانيات حسام حسن وكابتن ابراهيم. وانا يعني انا بحب اقول حسام حسن، ما بحبش اقول كابتن حسام. ناجح جدا مع النادي المصري في شكل وبص الهدف الثاني فيه غل، والاولاني عايزين نكسب حته كده ما كناش بنشوفها كتير يعني. فالهدف ده هدف عالمي طبعا. هنا القرار هو على فكره، وهو بيجري هو انا هعمل كده، هو مش لسه هيفكر. او المشاكل عندنا في اللعيبه المصريه ان دايما القرار بياخده بعد ما الكره تبقى في رجله. قليل لما تلاقي ده، قليل لما تلاقي القرار متاخد وهي في الهواء بالظبط. فعندنا في مصر هنا لا، هو يستلم الكره الاول وبعد كده يبدا يفكر. لا هنا في الهدف ده هو رايح، هي هنا هو واخد قرار عشان كده طلعت بالشكل ده وراحت مظبوط. حلو قوي. لو هيستلم بقت خلاص. وبعدين حاجه جميله كمان رضا ميدو، ان حسام وهو كمان خسران لكن في حافز وفي دوافع وفي تحدي ان انا ارجع للمباراه. ده اللي احنا ما شفناه. والحاجات الجميله كمان ان حسام في الحاجات التكتيكيه بالذات الثابته بيعملها يعني كويس، بيعملوها 10 على 10 يعني. بصراحه شفناهم يمكن في افريقيا، شفناهم في الدوري العام، دي من ضمن الحاجات اللي بيتمرنوا عليها بشكل كبير جدا. حسام بيحافظها لهم طبعا. احمد جمعه واضح رد فعل جميل، ان هو يعني حتى بعد حارس المرمى طلع الكوره، رد فعل بتاع احمد جمعه بشكل جميل جدا، خدها فيرست تايم. ويمكن دي اللي صعبت المفاجاه بالنسبه كانت جدا حارس المرمى، ويمكن اللاعبين بتوع سموحه. لكن الكوره الثابته ميدو بيعملوها بشكل كبير جدا، جمله من ضمن الجمل اللي بيعتمدوا عليها وبيجيبوا منها جوال، اذا كان بنسي او راجل اسمه كوفي. تمام. كمان قلب دفاع المصري. تمام، المصري البورسعيدي في المركز الرابع برصيد 58 نقطة، بس ليه 4 ماتشات لسه. يعني ممكن ياخد بينه وبين المركز الثالث يعني 3 نقاط يا كابتن. بس المنافسين هنا قوية في المصري. المصري بيجي له ماتشات تقيلة، فعشان توصل وتنافس لا الموضوع هيبقى صعب شوية. طيب صعب ليه؟ هو المصري عنده كم نقطة، كم ماتش مؤجل؟ 4 ماتشات. 4 ماتشات فيهم الأهلي والاسماعيلي. في منهم الاهلي والاسماعيلي اللي هو بينافسك على نفس المركز. فدول عشان تحقق. لا هو الاسماعيلي شكرا، الاسماعيلي طار، الاسماعيلي خد المركز الثاني خلاص. الاسماعيلي 67. انا قصدي ان هو ماتشاته هتبقى صعبه برضه. والكابتن حسام عنده الوديات زي الرسم. الاسماعيلي عنده ماتش مع المصري ممكن يعني الاسماعيلي عايز نقطة واحدة بس ياخدها من مصر، يبقى كده خد المركز الثاني رسمي. لكن المصري ممكن يوصل للمركز الثالث يا كابتن ماهر؟ ممكن. ممكن هو محتاج 3 نقاط بالظبط. حسام محتاج عنده دوافع. وبعدين قريب من الزمالك ميدو، كل الامل موجود. 58 نقطه المصري وعنده 3 مباريات، الزمالك 61 نقطه. فقريب جدا للمركز الثالث. وكلنا عارفين حسام واصراره وعزيمته ودوافعه بالنسبه للعبته. فانا شايف ان كل المباريات اللي بيلعبوها بتحدي بشكل كبير جدا يعني. تمام كابتن ماهر. الاسيوطي وطلائع الجيش، احنا اتكلمنا على الاسيوطي ما فيه الكفايه بصراحه. طلائع الجيش في المركز الطلائع في المركز ال 13 عنده 38 نقطة. والمباراة احنا قلنا ابتدت بالتعادل الايجابي 1-1. لو حابب تتكلم عن طلائع الجيش كابتن، يعني تولى مسؤوليتها احمد سامي، كابتن حلمي طولان، كابتن محمد حلمي. تغيرات كتير، تغيرات برضك الفنية كتيرة جدا على طلائع الجيش. ويمكن السنة دي برضك ما حسيناش بوجود منظومه او سيستم او نظام واداء لطلائع الجيش.
تغييرات المدربين ممكن كانت وصل لمركز ال 13 ب 38 نقطه. انا شايف ان يعني ده مكانه طبيعيه لطيب. طيب استاذنك اخد سياده اللواء عثمان الدسوقي المشرف العام على فريق الكره والبنية الداخليه. اهلا بيك يا سياده اللواء. اهلا بيك. اهلا بيك. كل سنه وحضرتك طيب ومنورنا في قناه الاهلي. الله يخليك. يعني احنا كنا بنتكلم عن الداخليه منذ قليل وقلنا ان الكابتن كنا بنتكلم مع الكابتن علاء عبد العال وقلنا ان هو شكله مع نادي الداخليه بيختلف تماما او الداخليه مع الكابتن علاء عبد العال بيختلف تماما، لكن عايز اعرف النظره المستقبليه لحضرتك بالتحديد للداخليه فيما هو قادم. نادين طبعا بتكلم مع الجميع يعني وبخص الكابتن ماهر همام ست اللواء الملعب يعني كل سنه وانت طيب يا ست اللواء. الله يخليك كابتن. ربنا يخليك. سعيد نسمع صوتك بخير. ربنا يخليك يا ست اللواء. اهلا وسهلا بيك. الله يخليك كابتن. طبعا ان شاء الله الحمد لله ربنا كرمنا السنه دي وقعدنا يعني قبل التورنمنت باربع خمس اسابيع يعني. دي حاجه الحمد لله كويسه يعني. طبعا احنا مستعدين للسنه الجايه. ان شاء الله كويس يمكن يعني مش هنستغنى عن لاعبين كتير يمكن واحد بالعافيه يعني او اثنين. وانما ان شاء الله لاعبين يعني بعد الدوري بينتهي نقعد مع جهاز بعد كده وان شاء الله الكابتن علاء مستمر معانا يعني المجموعه كلها ويمكن مثلا حوالي 15 لاعب من اللاعبين القدام مستمرين معانا يعني. طبعا كنا السنه دي اشكال ان انت بتعمل فرقه جديده. كنا واخدين قاعده عريضه من اللاعبين يعني انما استقرينا الحمد لله ان في حوالي 15 لعيب مستمرين معنا السنه الجايه ان شاء الله. يمكن اعمارهم كلهم ما بتقفش عن 21 سنه 22 سنه. تمام. يعني افهم من كلام حضرتك ان هيكون في نظره مختلفه شويه للفريق الداخليه في الموسم المقبل، هيبقى في امكانيات زياده، يبقى في قدام الكابتن علاء عبد العال فرصه ان هو يجيب لعيبه باسعار الميزانيه تختلف، ولا الشكل العام برضو يا سياده اللواء يبقى ازاي؟ بص حضرتك يعني برضو خلينا واقعيين مع بعض. فضل يعني اتفضل يا فندم. يمكن يعني انا مش هاخد الدوري ولا هاخد الكاس. طب ليه؟ ليه ما يبقاش في طموح؟ ما الطموح يعني طول ما تبقى انت واقعي في الطموح بتاعك. انا اتفق مع حضرتك. تمام. متزن يعني. تمام. طبعا مش هقدر اجيب مثلا لعيب ب 35 مليون جنيه. هل ده صح؟ طبعا صعب يعني. فبالتالي انت بتمشي على قد الامكانيات اللي عندك. احنا بنبذل جهد وعلى قد الامكانيات اللي عندنا بنشتغل ويمكن السنه الجايه هتكون افضل باذن الله لان برضه استقرينا على قوام الفريق الاساسي. بنطمع ان احنا نبقى في نص الجدول. يعني من السادس لل 12 ده تقريبا مناسب لينا. فان شاء الله باذن الله السنه الجايه هتبقى يعني هنعمل نادي الداخليه هيبقى بصوره طيبه ونتعشى نبقى في الاربعه الاوائل يعني. يا رب. يعني في لعيبه جايه لها عروض احتراف ست اللي هو ناصر منسي مثلا على سبيل المثال، هل ممكن تتاح الفرصه لناصر ان هو يحترف ولا هتحتفظ بيه في الفريق الداخليه؟ بص هيك هو في حوالي ست لاعبين جاي لهم عروض منهم ناصر منسي يعني. فطبعا برضه بنقعد معاك. عروض خارجيه برضه يا فندم؟ في عروض خارجيه يعني احترافيه قصدي مش في الدوري المصري. فبنقعد برضه مع الـ يعني الـ مجلس الاداره كله بنتناقش وبتاع وان شاء الله لصالح النادي هننفذه. ان شاء الله يعني. يعني مش عارف اطلع منك معلومات. لا المعلومات واضحه. انا بقول لحضرتك اتمنى يعني ان انا ما استغناش غير عن لعيب واحد او اثنين. اكيد يعني طالما في فرصه للاحتراف اعتقد برضه هتبقى حلوه للفريق الداخليه ان هو طلع لعيب مثلا فريق اوروبي محترم وماديا كمان هتفيد نادي الداخليه. طبعا خصوصا ان حضرتك طموحات حضرتك بتتكلم بمنتهى الصراحه وانا بحترم الصراحه في حضرتك جدا ان الداخليه لا يطمع في المراكز الاولى وبيحتفظ بس في نص الجدول المنطقه الدافئه زي ما احنا بنقول. لان برضو على اساس يعني احنا برضو عندنا قاعده ناشئين كويسه يعني بنطلع منها مثلا كل سنه لعيب او اثنين بيتضموا معانا على اي لعيب بنجيبه من الفرق الثانيه. بس السنه دي الحمد لله قوام الفريق واضح. تمام. بالك يعني السنه اللي فاتت كنا مثلا جبنا 24 لاعب. السنه دي اوريدي 15 لعيب موجودين معانا مستمرين ان شاء الله. يعني يا ست اللواء انا مش هقول لك مين اللعيبه لكن اقول لك الفرق الكبيره اللي ممكن تفكر في لعيبه الداخليه يعني مين اللي قدم طلبات لعيبه الداخليه او مين اللي عايز اقول لحضرتك على حاجه يعني. اتفضل يا فندم اتفضل.
يمكن من اول النادي الاهلي لنادي الزمالك لكل سموحه المقصه وادي دجله الاسماعيلي المصري ده كله عند السموحه في اسكندريه اللعيبه من النادي الداخلي. طب خارجيا يا فندم انا بتكلم خارجيا عقود احتراف خارجيه او انديه خارجيه طلبت لعيبه من الداخليه. في لعيب واحد اللي هو ناصر منسي يعني وفي كلام جدي بالنسبه له يعني. تمام انا بشكر حضرتك على صراحتك ويعني مداخله مميزه جدا يا ست لواء. اتمنى لحضرتك التوفيق مع النادي الداخليه ان شاء الله في مواقع. شكرا جدا لحضرتك. هو يعني دايما في النادي الاهلي والله عثمان دسوقي ست لواء عثمان دسوقي مشرف لعب لحد المراحل السنيه وبعد كده الفريق الاول وطبعا مع علاء عاملين شغل كويس اداريا فنيا وواضح قوي ان في احتراف للنصر المنسي واضح انه لعيب متميز شفناه السنه دي اكيد الانظار عليه داخل مصر وخارج مصر. تمام اتكلمنا عن مصري وسموحه اتكلمنا عن كابتن حسام حسن واتكلمنا عن كابتن ميمي عبد الرازق كل التوفيق للفريقين واتكلمنا عن الاسيوطي وطلائع الجيش. نتكلم عن الرجاء والاتحاد السكندري كابتن رضا شحاته. الرجاء برضو قدم عروض مع كابتن رمضان السيد مختلفه بصراحه طبعا. بصراحه يعني طبعا. انا بتكلم دايما ما بحكمش على النتائج يا جماعه انا دايما بحكم على شكل التغيير لان شكل التغيير لما انت تشوف فرقه شكلها متغير خالص هتعرف ان الفرقه دي جايه غير ان انا بكسب وخلاص الموضوع بيختلف تماما. طبعا الشكل مختلف يمكن التوقيت كان ضيق قوي في الوقت في الاخر ما يلحقش يلم الموضوع ولكن احنا بنتكلم زي ما احنا بنقول ان الشكل كان متغير والنتائج افضل وشكل الفرقه افضل ولكن يعني برضو الرجاء لازم لما يرجع الدوري الممتاز تاني لازم يبقى عارف ان الدوري الممتاز مختلف بالظبط هو اكيد عارف يعني الدوري الممتاز مختلف هنا هنا بنتكلم ان الاتحاد هدف بعد كده هدفين رجاء بعد كده الاتحاد بيرجع وده مش بيعمله الاتحاد كتير يعني فرقه الاتحاد مش بتعملها كتير ولكن انا الفتره اللي فاتت كنت قريب من نادي الاتحاد وكابتن محمد عمر وكابتن محمد نور ويوسف حمدي كابتن محمد ابراهيم انت بتتكلم في جهاز كله اتحاد سكندري وده قلت له قبل كده انت بتتكلم والله كلام جميل احترم وده مهم جدا قلت له انت شكل النادي ايوه شكل كلهم شكل نادي الاتحاد بالظبط في ميزه تانية في نادي الاتحاد ما كانتش موجوده قبل كده او يمكن المشاكل اللي كنا بنعاصرها في نادي الاتحاد ان ما كانش عنده ملعب لا الاتحاد النهارده بقى عنده ملعب عنده اوض لبس عنده جيمنيزم موجود في الملعب بينزلوا التمرين في هدوء في الشكل الموجود التوليفه اللي موجوده في الجهاز الفني ومحمد ابراهيم مدير الكوره فيها ومحمد نصيحي موجود هو اللي ماسك محمد نصيحي طبعا فجمع مجموعه شبه نادي الاتحاد زي ما احنا بنتكلم من اول الحلقه شبه النادي فالمجموعه كلها هايله انا شفت حضرت لهم تمرين هناك مجموعه بينهم كده في الفه كده وفي جو حلو زي ما احنا بنتكلم في انبي دلوقتي كابتن عبد الناصر وكابتن خالد وهنا عبد الله وعادل زكي مجموعه برضه نفس شكل النادي لما احنا بنتكلم فده عامل يا ولد جون حلو شكل كويس جدا في نادي الاتحاد الهدف عالمي اهداف حلوه بصراحه خلي بالك يعني ثلاث اهداف حلوين احنا بنتكلم دايما بنعلق على الاهداف اللي فيها شغل اكتر دي حاجه فرديه انا بحب دايما اعلق على الهدف اللي فيه اخطاء وفي فكر من لعيب مختلف انما دي حاجات فرديه حاله فرديه فكر فيها كويس حطها في بطن رجله وهايل ولكن برضه هو حطها بشكل كويس قوي واتعامل فيها بذكاء ولكن هنا مش هينفع احلق بقى كسرت باك ما ينفعش انا احلق هنا خلاص لان المسافه بقت قريبه جدا انا احلق ده وانا في 10 خطوات لقدام شويه انما هنا على ال 18 هنا بحلق لا صعب انت قربت قوي فهيلعب في اي حاجه فهنا كان لازم تاخد قرار او ريسك ان انت لازم تبدا تتعامل معاه من قبل كده كمان شويه فده كان فيها خطا من المدافع معظم المباريات في الاسابيع الاخيره رضا ميدو واضح قوي ان كان الجيم مفتوح ويمكن ده اللي حل شكل واداء الاسابيع الاخيره من 32 بالظبط بالظبط يعني كل الضغط اللي موجود على اللعيبه اتحرر بشكل كبير واماكنهم حتى كمان في الجدول ميدو حصل نوع من الارتياحيه فعشان كده يمكن احنا بنشوف اجوال موجوده على مستوى الفردي او الجماعي واضح قوي ان فيها مهاره بشكل جيد اولا عايزين نحيي رمضان السيد ان رمضان من المدربين الاكفاء جدا
لكن مش محظوظ يا كابتن ميدو يعني. رمضان بيجي الفرق يا رضا مع الاسف اما بدايه الدور الثاني فرقه بتقع فرقه يعني على الحركرك، لكن رمضان من المدربين اللي عندهم جراه وشجاعه فنيه بشكل كبير ومدرب كوره من المدربين يعني. انا شايف ان هو ياخد درجه من افضل المدربين اللي موجودين في الدوري الممتاز هذا العام. اتمنى ان رمضان ان شاء الله يبقى اختياراته الفتره اللي جايه اختيارات من بدايه الموسم تكون فرقه تكون عندها مقاومات اذا كانت عايزه تصعد او مقاومات البقاء مسك سيراميكا. فرمضان بصراحه بنحييه من خلال برنامج كميدو، في نفس الوقت بنحيي محمد عمر طبعا اللي هو ابن النادي المنقذ للعيله السكندريه، نادي سيد البلد، نادي الاتحاد، النادي اللي كلنا بنحبه، نادي الاتحاد اللي خرج لنا بوب الله يرحمه ومحمد عمر ونجوم البابلي والجارم جيل السبعينات اللي خدوا كاس مصر قبل كده، كابتن طلعت اللي موجود في الاداره الفنيه بالنسبه للمقصه. النهارده محمد عمر يمكن بيتولى المهمه لان محمد مصلح رئيس النادي من الرؤساء الانديه اللي بيحبوا نادي الاتحاد بشكل كبير جدا، بيعشقهم وبيضحي بوقته بشغله بكل حاجه وامكانياته حتى الماليه في سبيل ان هو يشوف الاتحاد في مكانه هو يتمناها. نادي الاتحاد كان بينافس قطبي الكره المصريه على مدار السنوات يمكن العشر السابقه، ويمكن حقق بطوله كاس مصر نادي الاتحاد. فنتمنى ان شاء الله ان نادي الاتحاد الموسم الجاي زي ما احنا بنتكلم على استراتيجيه وبنتكلم على ان كل الاهداف المجالس الاداره بتسعى اليها، ان محمد عمر يشوف احتياجاته خلال الموسم ده ايه اللعيبه اللي ناقصاه، لان مكانه الاتحاد يعني شايفها في الجدول السنه دي مش مكانته الطبيعيه. نتمنى الاتحاد ان شاء الله الفتره الجايه يبقى في مكانه من اربع فرق اللي بتنافس على بطوله الدوري. يعني برضو لو عايز تتكلم على الماتش على الاتحاد يا كابتن رضا. لا ما احنا اتكلمنا على الاتحاد بشكل تحديدا، بس انا عايز اتكلم على الهدف الثاني الاتحاد. يمكن برضو زي ما احنا بنتكلم ان الاخطاء الوقفات القريبه يا جماعه لو سمحت، فالهدف الثاني تقريبا برضو انا شايف ان في حد من السرد باكات واقف ورا حارس المرمى. فانا شايف ان ده برضو احمد كابوريا يعني هدف كابوريا بالظبط. الراجل واقف في ظهر حارس المرمى يعني المفروض ان يعني بيغطيه. هنا في لعيب بعد حارس المرمى يعني بص الكره وهي ماشيه في لعيب ورا لسه بعيد هو مش ماسك اصلا، هو مبدئيا هو ما ينفعش ارجع، انا لازم انا في المكان اللي فيه الكره ده. هنا دي الاخطاء اللي احنا بنتكلم عليها، التمركز. الكره لما تعلى اخد الكابتن محمد عمر بسرعه ونرجع طبعا الكابتن محمد عمر المدير الفني نادي الاتحاد السكندري. اهلا بيك يا ابو الكباتن. كابتن ميدو ازيك، وبمشي على حبيبي واخويا الكابتن ماهر همام، حبيبي عمر، وابننا بقى كابتن رضا طبعا وكان معايا من كام يوم يعني. الله يكرمك يا كابتن عمر، ربنا يكرمك يا رب. يعني يا كابتن يعني انا على المستوى الشخصي وحشني جدا جدا، وبحييك على الطفره اللي عملتها في نادي الاتحاد، واحنا دايما بنقول او انا بقول دايما ان انتوا شكل نادي الاتحاد. ربنا يخليك، وبشكرك طبعا على كلامك الجميل يا كابتن ميدو، وانت وحشني اكتر اكيد يعني. لكن على فكره رغم ان الفتره كانت قصيره قوي لكن كانت شاقه جدا 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 يعني، على مدار شهرين ونص الحقيقه كان الموضوع صعب يا كابتن ميدو. لكن يمكن اتعودنا على كده مع نادينا طبعا ربنا فيه. يمكن دي ثالث مره على فكره النادي يتعرض لازمه، وربنا يسهل الامور وتعدي يعني يا رب. لكن هنا لازم اشيد بالمجلس الاداره والله والاستاذ محمد فرحي، فعلا فعلا حط لنا استقرار كنت محتاجه في الفتره دي، لان كانت الامور معقده جدا يعني. هيبقى اجتهدوا معانا وتعبوا معانا الحقيقه يعني، رغم ان انتوا ماتشين مش كويسين ويتوقع عليهم غرامات، لكن في المجمل الحقيقه أدوا معانا بشكل كويس وكان مناسب إلى حد ما، وعوضوا إلى حد ما الفترات السابقة يعني، وأنهوا الموسم بشكل معقول يعني. لكن مش هو ده وضع نادي الاتحاد، لكن في النهاية إحنا جينا لفترة محددة وجينا لمهمة محددة، أعتقد الحمد لله الكل كفانا إنه يطلع النادي من الأزمة ونجحنا، وده كان المهم الحمد لله. أكيد يا كابتن محمد، يعني دعمته في فترة التقارات الشتوية اللي فاتت وجبتوا لعيبة، كابتن محمد رميم جاب لعيبة ولا أروع أكيد برضو مع حضرتك، ممكن تدعم بكام لعيب تاني؟ والله يا كابتن ميدو إحنا يعني إحنا دلوقتي مش قادرين نحدد أمور كثيرة جدا، لأن إحنا معلقين
بالمشاركه في البطوله العربيه. لحد وقتنا هذا ما جلناش اي اخطاء لاي الفرق المشاركه، جدول، المواعيد، السفر، وبالتالي يعني احنا في حيره الحقيقه، يعني مش قادرين حتى نحدد فتره الراحه بتاعت اللعيبه، هنبدا الفتره الاعداد امتى، لا انا هتعاقد معاها لان انا هسافر، لو سافرنا اليومين دول هنسافر بنفس اللعيبه اللي موجوده معايا، تمام، بالتالي ما اقدرش اعلن بالظبط بالظبط يومين هيقعد بالظبط. احنا في مشكله كبيره بسبب تضارب مواعيد البطوله العربيه الحقيقه. مشكله فعلا، مشكله. يعني برضه كابتن محمد عندك لعيبه اعارات هترجعها تاني، وعندك لعيب يعني زي مانوتش مثلا، سيسي، اللعيبه دي هترجعها ولا هتعمل ايه؟ برضه يعني فعلا يا كابتن انا مش قادر احدد يعني. لكن اكيد احنا يعني ان شاء الله الموسم اللي جاي، ودي رؤيه الاستاذ محمد الصلاحي والمجلس بتاعه، ان احنا لازم يبقى الوضع مختلف، ولازم يبقى لينا تواجد في مقدمة الجدول، وبالتالي ده هيتطلب مننا تفكير إمكانيات عالية ولعيبة عندها ثقة مكسب المنافسة، يعني لعيبة تتوافر فيها ثقة معينة يعني. أكيد أكيد أكيد، كل ده احنا يعني مطروح على الطاولة، لكن مجرد ما إن شاء الله في الغالب بكرة أو بعده يعلنوا موضوع البطولة يعني ان شاء الله كل شيء هيتحدد، سواء الراحلين او اللي هنستخدمهم، يعني في بعض الامور، بعض اللاعبين الحقيقه بنتكلم معاهم بشكل جدي، لكن متفقين ان يبقى في سريه عشان ما نخش معاطرات مع بعض الانديه الثانيه. يعني كابتن عمر برضو قول لي، حطيت ايدك على نقطه معينه او على مشكله، اكبر مشكله حطيت ايدك عليها كانت ايه، وكابتن محمد عمر هيعالجها ازاي؟ هي يمكن احنا ال 11 ماتش يعني اشتغلنا فيهم الحقيقه كان عندنا مشكله كبيره في الحقيقه، يعني ده مش طعن في حد، لكن الجزء البدني ما كانش الحقيقه على ما يرام، يعني بعض المراكز كان فيها قصور شويه، مفيش بدلاء على مستوى جيد، الشغل الجماعي داخل الملعب الحقيقه برضه ما كانش في ربط بين اللعيبه وبعضها، يعني كان الشغل فردي اعتمادا على مهاره لعيبه، يعني فدي امور الحقيقه واجهتنا. وكابتن ماهر يعني مدرب كبير وعارف، كابتن رضا، عشان بس تحفظ جمله او تحفظ لعبه معينه عايز اسابيع وشهور يعني، مش ايام يعني، لكن حاولنا يمكن برضه اللعيبه يعني بعض اللعيبه مستويات الفكرة عندهم عالية شوية، فكانت الاستجابة سريعة إلى حد ما يعني، لكن كان في بعض القصور الحقيقة، ويمكن أنا شايف وقلت وجهة نظري دي قبل كده، يعني الحقيقة تغيير المدربين كتير أثر بشكل كبير على فريق نادي الاتحاد الكبير. تمام يا كابتن محمد، يعني أسألك سؤال بقى لشخصك مش بصفتك، يعني شفت شكل الدوري إزاي المسابقة دي تحديدا؟ أنا شفت قمة الإثارة كان في أندية المؤخرة، الدوري كان محسوم من بدري، النادي الأهلي المفروض يلعب الحقيقة يعني، فهو كان حاسم الموضوع من بدري، وده كان واضح من البداية. قمة الإثارة كانت يمكن للأسابيع الأخيرة، المنافسة على الهبوط الحقيقة كان يعني هو ده الشيء الوحيد الإيجابي في البطولة، النادي الأهلي كان حاسمها من بدري. يعني كابتن محمد عمر النجم السكندري ونجم مصر والمدير الفني نادي الاتحاد السكندري، اتمنى لك كل التوفيق السنه الجايه ان شاء الله، انت تروح برضو بالاتحاد لشكله المناسب، وطموحات جماهير الاتحاد وجماهير اسكندريه عموما ان شاء الله كل التوفيق ليك في الفتره اللي جايه. برضو بتكلم بصراحه، يعني المداخلات كله بيتكلم بصراحه، كله بيتكلم من قلبه، دي حاجه كويسه بالظبط. ويمكن في حاجات كتيره جدا بيذكروها المدربين، احنا ذكرناها عشان الدوري خالص فخلاص. بالنسبه يعني محمد عمر بيتكلم برضك على تغيير المدربين، اثر بشكل كبير جدا على اداء الفريق، لكن لما بيبقى في ثبات، لسه كنا بنتكلم انا ورضا، الثبات ده بيدي لك الجانب اللي احنا بنشوفها بقى، التكتيكيه، البدنيه، المهاريه اللي احنا بنشوفها من اداء اللاعبين المتميز اللي بيأدي بشكل جيد. النقطة الثانية كمان كله بيتكلم على حتة الدعم، دعم المراكز، ودي مهمة جدا، يعني بتساعد بشكل كبير جدا لما يبقى أنت عندك نقص. يمكن محمد عمر بيتكلم عايز راسين حربة يفرقوا معاه
المرحله اللي جايه. فلا انا عايز اقول ميدو ان واضح ان مدربينا بدا يحصل نوع من النضج، بدا يحصل نوع من العلم، بدا يحصل نوع من الخبرات بيكتسبوها، وده شايف ان الموسم الجاي ان شاء الله هيبقى في منافسه قويه جدا من خلال اللي احنا بنسمعه من معظم مدربينا الموجودين في الدوري العام. تمام كابتن رضا، نروح لماتش الاسماعيلي والنصر اللي انتهى بفوز الاسماعيلي بهدفين مقابل لا شيء. يعني هتكلم عن اللقاء، هتكلم عن حسني عبد ربه. يعني حاجه مهمه جدا، والخبرات اللي بنقول عليها، واللاعب الثقيل واللاعب الكبير واللاعب اللي بيفرق مع فرقته واللاعب اللي ليه وزنه في الفرقه واللاعب اللي احنا ما نحصرش دوره ان هو بيأدي بس، في ادوار تانية مهمه جدا للناس القياديه في الفرق. حسني دوره بره الملعب اكتر، يعني انا بشوف دايما ان حسني عنده حته التجميع اللعيبه، وان هو موجود في المكان ويجمع اللعيبه ازاي ويكلمهم ازاي، كل دي حاجات مؤثره. خد بقى التاني بقى ان هو كمان بيموت نفسه ازاي وهو يمكن اكبر اللعيبه سنا في الملعب، وده مهم جدا. اللقاء هدف حاجه يعني مهمه جدا، ولاعيب مؤثر وعنده باور، وده بيدي انعكاس للعيب الصغير اللي هو يعني عارف اللي هو ايه، خلي بالك ده انا اكبر يعني انا الكبير بتاع الفرقه وانا بتمرمط كده، فانت هتعمل ايه؟ فانت بالتبعيه بتنقل ده كور للخبرات للمجموعه. وعنده حاجه مهمه جدا، ممكن يبقى وقت يا كابتن ماهر بنتكلم ان الشخصيه القياديه دي بتبقى اوقات ممكن يبقى عصبي عشان خايف على الفرقه وخايف على النتيجه وحاسس بالمسؤوليه، ولكن كل اللعيبه بتحبه. الكيمياء دي عشان تعرف تعملها تبقى انت ناجح. ان هو حسني بيعرف يعملها، اوقات بيتعصب على اللعيب او بيتنرفز بطريقه عصبيه، اللعيب ما بيتضايقش منه، بالعكس بيروح يأول. يعني بص لفرحه المجموعه بحسني لما حط الهدف. فهي دي الفكره. بالنسبه للهدف ده انا عايز اعلق عليه شويه، لان الهدف ده مهم جدا 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 من وجهه نظري. تمام. يعني هدف مميز جدا برضو، وانت بتتكلم على حسني، حسني بدره طلعه 10 متر قدام شويه. ده مهم. هو عنده الميزه دي بالظبط. هو عنده كمان يعني انا مش عايز اقول حسني كبير، لكن هو يعني بدا المجهود بتاعه يبقى مناسب قوي للمكان اللي هو فيه. طبعا. شخصيته كمان اختلف عن بدرو. اكيد طبعا. واضح قوي. شخصيه حسني عبد ربه شخصيه القائد. لسه بيكلم رضا، اللي بيفرض اسلوبه على اللعيبه، ممكن يكون بعصبيه، ممكن بهدوء، ممكن بلمه، بس يقدر يلم الناس، لكن بحب في الاول والاخر لصالح نادي الاسماعيلي. حسني عبد ربه ميدو هو اللاعب الوحيد اللي ما خرجش من جيله، يعني يمكن جاله عروض قبل كده، النادي الاهلي، يمكن نادي الزمالك، احتراف خارجي، يمكن خرج في الامارات احتراف خارجي، لكن في الداخل هو صمم ان هو ما يسيبش الاسماعيليه، ما يسيبش بيته، ما يسيبش ناديه، الفرقه اللي هو بيحبها. النهارده بيعملوا شغل مميز بصراحه. نادي الاسماعيلي بيحتل المركز الثاني. نادي الاسماعيلي من بدايه الموسم بيصارع على المركز الاول، لكن طبعا يمكن النادي الاهلي كان عنده مباريات مؤجله، لما وصل لها قدر النادي الاهلي يتفوق ويحرز بطوله الدوري. لكن بنحيي النادي الاسماعيلي، نفس الكلام الاداره، لو هنرجع نلاقي الاداره العثمانيين ميدو كان عندهم استراتيجيه انهم عايزين يعملوا فرقه، واخد بالك، ترجع امجاد النادي الاسماعيلي، تحسن اداء النادي الاسماعيلي، تحسن من مركز النادي الاسماعيلي في الجدول. فهم نجحوا اداريا بشكل كبير جدا، مساعدتهم للعيبه وتركيز اللاعبين في الفتره اللي فاتت، يمكن كل العناصر اللي موجوده، حسني وابراهيم حسن بيمثلوا قوه، وكريم بامبو وكاردالوني اللي هو راجل الهداف نادي الاسماعيلي. فالنهارده الاسماعيلي بصراحه رجع لمكانته الطبيعيه. نادي الاسماعيلي بيقدم الكوره اللي احنا متعودين عليها، اللي احنا بنحبهم من خلال ادائهم. انا شايف ببارك طبعا للمنظومه ككل، اداره قدرت تحط استراتيجيه نجحت فيها بشكل جيد، لان هم عندهم خبرات من الناحيه الاداريه. اللاعبين بقياده حسني عبد ربه في الاداء اللي احنا هدفين، هدف بقوه طيران وبضربه راس وانقضاض وحب واخلاص من حسني عبد ربه، بيسجل هدف من اجمل ما يمكن. تمام. ابراهيم حسن كمان بيرد عليه بهدف جميل. نتمنى نادي الاسماعيلي التوفيق ان شاء الله. تمام. يعني حسني عبد ربه عنده 34 سنه يا جماعه، يعني هل حسني عبد ربه كبير؟ هل هو صغير؟ اعتقد ان هو 34 سنه ده بيطلعوا احسن ما عندهم في الكوره. ممكن نشوف حسني عبد ربه في المنتخب؟ انا شايف انها تبقى صعبه في ظل الجهاز اللي موجود. هو عنده قناعات شخصيه بلعيبه معينه. لا سيبك من وجهه نظر الجهاز، انا بكلمك انت كرضا شحاته.
ممكن يبقى ليه دور. ممكن يبقى ليه دور كابتن ناهي. انا اتمنى. لا احنا بنتكلم. اتمنى في الظروف اللي احنا محتاجينها في نص ملعب ومشكله ما عندناش غير يمكن عنصرين طارق حامد والنني, احنا محتاجين قياده زي حسني عبد ربه, لان انت شايف ميدو قوابل لعيبه المنتخب يمكن عصام الحضري بس واكثر خبرات اللي موجوده في المجموعه كلها, لكن لما اضافه زي حسني عبد ربه راجل قائد احسن لعيب في افريقيا واحنا شايفينه النهارده 34 سنه بالمجهود الجميل والاداء المتميز لحسني عبد ربه, يمكن تفوق. يمكن احنا كنا في البدايه قلنا حسام غالي عوده حسام مره ثانيه للمنتخب, بس انا شايف ان حسني تفوق خلال الفتره اللي فاتت ديت على كل اللاعبين الموجودين في المكان ده, ويمكن بيجيب لنا كمان اهداف يعني من ضمن الحاجات اللي حسني متميز بيها يا كابتن. يعني الكره بتاعته بتطلع سليمه بالظبط, يعني لعيب وجرأة كمان يا رضا انك انت راجل بتلعب في نص الملعب المدافع او قدام الاثنين الديفندر وبتروح للصندوق واخد بالك وبقى عندك جرأة في تسجيل اهداف, يمكن حسني كانت موجوده عنده من فتره, ودي اللي ميزته عن كل اللاعبين اللي لعبوا في المكان ده. تمام. انا مش عارف ريم حسن عامل ليه كده, بس اكيد عليه ضغط مضغوط من جوه. اللي بيعمل كده يعني حد مضغوط من جوه. بس انا عايز اتكلم على الهدف. اتكلم على الهدف. يعني الهدف ده احلى من بتاع احمد جمعه بتاع المصري, انت ازاي ما علقتش عليه؟ عشان بالركبه يعني ولا مش بالركبه القرار ميدو. بص انت دايما بتختلف معايا. انت قلت احمد جمعه انا مش عايز بقى رد قرار. لا خالص رايح بقرار. ايوه رايح بقرار وصعبه جدا, بس ده اصعب. ده اصعب القرار هنا اصلا. طبعا ركبتي خلي بالك الكره لما نزلت قبل ما يلعبها بركبته هي رجعت خطوه لورا, يعني هي مش طبيعي ان هي تنزل وتمشي قدامه. لا هي عملت في الارض, يعني لو جبت الهدف وهي بتنزل رجعت له في اتجاهه. فهنا القرار بقى صعب. يعني الهدف لو لا هاته من الاول. لا هو مش قرار, هو رد فعل. هو رد فعل ده مهم صح كده. بص يعني رد فعله بقى قرار. لحد هنا مفيش مشكله. رد فعله لحد هنا مفيش مشكله. خلي بالك وضع الكره في وقتها ترجع لورا. بص بص بقت فين. ايوه بالظبط. فهنا قراره انه هيلعب بايه, يعني ركبته بركبته. اي لعيب تاني مش هيحط ركبته. اي لعيب تاني هيستلمها عادي في المنطقه دي ويحاول يمشي بقى كمان خطوه. فده ده اهميه الهدف, وده المتعه في الهدف. وذكاء اللاعب قرار هنا وعلى اي وضع يا كابتن. طبعا بنقول ايه انت خدت الكوره على اي وضع. بالظبط الكابتن خطيب. انا الهدف اللي ما اقدرش انساه له اللي هو بشماله قرار. قرار هو يعني اللي هي رجعت رد فعل رجعت من الضربه الكيك وبشماله وبعدين بشماله ازاي يعني. فهي دي هي دي الاهداف اللي انا بتكلم عليها. الهدف ده مهم جدا جدا, ولاعيب موهوب وقرار هايل وهدف. وهو ابراهيم كمان السنه دي يا رضا عامل موسم جيد بصراحه, من اللعيبه المميزين في نادي الاسماعيلي الفتره اللي فاتت دي. رضا طيب قبل ما نروح للقاء المقصه والمقاوين واللي انتهى بفوز المقصه بهدف لا شيء, نطلع نشوف تقرير عن الصراع المشتعل على المركز الثاني بين الاسماعيلي والنادي المصري, ونرجع لحضراتكم على طول. الاسماعيلي طبعا, لان هو يعني اداء ممتاز جدا, وهو ما اتاحتش ليه الفرصه ان هو يلعب على الدوري, فلكن هو اداؤه بصراحه جميل جدا, وانا ارجح ان هو ياخد المركز الثاني. الاسماعيلي طبعا, لان المصري طبعا الاسماعيلي طبعا هو اقوى من المصري, ونادي محترم ونادي عامل بطولات كتير, وبعدين الاسماعيلي يعني احنا عايزينه يصعد شويه. اداء المصري افضل, هو ثابت طوال المباريات اللي فاتت, زائد ان اعتقد ان الجمهور المصري عليه رق كبير جدا في الاداء. يعني تحس ان لعيبه المصري مش مشكله مدير فني ولا اداره, لا هو خايف من جمهوره في حدوث نتائج سلبيه, فاظن ان دي هتبقى حافز كبير جدا لفرقه المصري انه يكون اقرب من الاسماعيلي في الدور الثاني. خلال الفتره اللي فاتت اداؤه الى حد ما مستقر. الحاجة الثانية المصري جمهوره الفترة الأخيرة بيزق فيه بشكل كبير قوي أكتر من جمهور الإسماعيلية. الإسماعيلي هو الأقرب للمركز الثاني لأنه أكثر تنظيما وأكثر فعالية في المباريات, وبعدين في فرق بينه وبين المصري, فرق نقاط بينه وبين المصري. حتى المصري في بالرغم ان هو بيفوز في المباريات الاخيره لكن اداؤه مش على المستوى, انما الاسماعيلي بيقدر يرجع في المباراه وقت ما هو عايز. الاسماعيلي ان شاء الله. لا عندهم حارس مرمى محترم, وعندهم حسني عبد ربه, وعندهم لعيبه جميله جدا واحسن من المصري بكتير, هو افضل بصراحه. الاسماعيلي طبعا,
الاهلي كفاءته، وطبعا لعيبه محترفه ولعيبه متفاهمه وفي اداره محترمه، وطبعا حارس مرمى قوي جدا، فان شاء الله الاسماعيلي. يعني شفنا اراء الجماهير عن الصراع المشتعل على المركز الثاني زي ما قلت لحضراتكم على طول، على المركز الثاني انا مش هتكلم. يعني نروح نشوف يا كابتن ماهر بتضحك ليه، في حاجه؟ نشوف مباراه الانتاج المقصه والمقاولين. كابتن طلعت يوسف، كابتن علاء نبيل، انتهت بفوز المقصه بهدف مقابل شيء. كابتن هو طبعا بنبارك للمقصه مع كابتن طلعت يوسف، واضح ان الامور بدات تتحسن زي ما قلنا، الاستقرار والثبات في التشكيل بيؤدي الشكل الجميل اللي ظهر عليه نادي المقصه. لكننا واقفه هنا ميدو مع المولين بصراحه، يعني المولين التجربه اللي خاضها علاء نبيل طبعا تحت قياده مجلس اداره، ده الهدف، هو كمان ده الهدف طبعا بالجزاء. جون انتوي اللي هو مشهور بضربات الجزاء وكان الجون هيجيبها كمان، الحاجات الثابته حطها طبعا، لكن رد فعل حارس مرمى المقاولين حسن راح معاها، لكن خبطت في كتفه ويمكن اتسجلت هدف. ده طبعا ضربه جزاء واضح. فوافي طبعا من المهاجمين المهاريين اللي بيعتمد عليها كابتن طلعت بشكل 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 جيد، خصوصا في الحته المهاريه، خبطت في القائد وخبطت في ظهره. واحد ضد واحد بيقدر يفوت، وهو استغل المهاره دي طبعا في ان هو يخش في وسط الزحمه ووسط مدافعي نادي المقاولين العرب وياخد عرقله عشان يتحسب له ضربه جزاء. عايز اقول لك كابتن ميدو، الوقفه اللي احنا عايزين نوقفها ونتكلم عنها موقف المقاولين في التوقيت. رضا كان بيتكلم بيقول لك ان وادي دجله ما وصلش للمكان اللي وصل ليها المقاولين عشان يبدا يغير في الاستراتيجيه. المقاولين هنا بحي عوده طبعا ان هو قدر يجمع ابناط في الدور الاولاني بشكل 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 جيد للمقاولين العرب، وبعدين توليت علاء نبيل بمجموعه اختيارات علاء كرئيس قطاع الناشئين بالناشئين والدفع بيهم، دي جرأة بتحسب للمقاولين العرب طبعًا بصراحه طبعًا. في هذا التوقيت يعني التوقيت مساعد علاء نبيل وساعد المقاولين العرب ان هم ياخدوا التجربه دي. واضح ان كان مجلس اداره نادي المقاولين مبلغين محمد عوده قبليها بثلاث اربع مباريات ان هو يقوم بالمهمه دي، لكن عوده يمكن اتاخر شويه في سبيل ان هو بس يضمن مكانه اكبر من اللي هي موجود عليها المقاولين العرب. لكن طبعا خروج هزيمتهم في من الاسماعيلي في كاس مصر عجلت من يمكن رحيل عوده. علاء نبيل دفع علاء رئيس قطاع الناشئين، اعتقد ان قرار الاستعانه بالناشئين ده كان قرار فردي من كابتن علاء نبيل. يا كابتن والله انا سمعت حديث كان رئيس مجلس اداره نادي المقاولين واتكلم في الموضوع ده ميدو، وقال ان احنا كان في اتفاق بيننا وبين عوده وكان من ضمن استراتيجيه ونقلناها للمدير الفني، لكن ممكن عوده طلب منهم انه نتريش شويه لحد ما نضمن بس مكان المقاولين. لكن بعد خسارتهم من الاسماعيلي يمكن قرار علاء نبيل جه في توقيت. عايز اقول لك ان كمان كابتن ميدو ان لعيبه المقاولين بيلعبوا بروح محمد صلاح، يعني كلهم مثلهم الاعلى محمد صلاح من اللي شايفينه محمد صلاح، وهو ابن من نادي المقاولين المميزين هو ومحمد النني. كل اللعيبه يمكن اسماء زي كناريا من ضمن الاسماء المميزه اللي دفع بيها علاء نبيل بشكل 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 جيد. كمان بنحيي علاء نبيل ان هو اعتمد على الخبرات اللي موجود عليها يمكن احمد علي في خط الهجوم، اعتمد على الخبرات الموجوده عليها ابراهيم صلاح في نص الملعب، اعتمد على الخبرات اللي موجوده في قلب الدفاع زي محمد سمير ابن من ابناء النادي الاهلي واحمد علي في الباك رايت، واعتمد عليهم بقى من خلال الخبرات ديت انه دفع بسته او سبع لعيبه من الناشئين شفناهم بشكل جيد جدا. محمد فاروق كمان من ضمن الخبرات اللي موجوده في المقاولين العرب، عملوا توليفه يا كابتن ميدو بصراحه بنحييهم، حي نادي المقاولين. نادي المقاولين عنده المقاومات اللي موجوده في قطاع الناشئين والفريق الاول اللي هي تقدر تدفع بهؤلاء النجوم، ودي حاجه بتحسب للمنظومه المقاولين العرب، واكيد ان المنظومه دي هتعم على معظم الانديه اللي عندها قاعده من الناشئين تقدر تخرج منها. طب رحب بالمهندس محمد عادل بقى. مش مهندس محمد عادل طبعا بنحييه طبعا. مش مهندس محمد عادل، اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بيك وكباتن اللي معاك كابتن ماهر همام. لا وكابتن ازيك يا باشمهندس؟ السلام عليكم. كابتن باشمهندس اهلا بحضرتك. دعونا في
كثيرا يعني. فاهلا بيهم واهلا بمشاهدينك الكرام كابتن. كل سنه حضرتك طيب الاول، ويعني بحييك على شكل المقاولين عموما في السنه كلها مع عوده ومع الكابتن علاء نبيل، والدفع بالناشئين بصراحه حاجه مميزه جدا يا باشمهندس. كل سنه وانتم طيبين جميعا. وبعدين دايما يعني احنا دايما بنقول ان مصر ولاده. تمام. ومصر مليانه فعلا بالكنوز. فيمكن ايام من 2005 لما المهندس ابراهيم محلب كان رئيس النادي وقال هذا الكلام وقال انا ابحث، طلعنا جبنا محمد صلاح الحمد لله من طنطا واخرين. فاحنا دايما بنسعى لمصر. عاملين النهارده كتبات في معظم انحاء مصر، وبنسعى ان احنا نعيد تأجيل. خلي بالك يا كابتن، لعيبه المقاولين العرب لو فكرت يحصرهم هتلاقيهم منتشروا في الجميع، كانوا انديه مصر. كان لنا اخراجنا كثيرين يعني موجودين في انديه مصر ولمعوا كلهم، كانوا كلهم نجوم كبار لو حبينا حتى اسماء يعني، لان نظام الاحتراف فتح الموضوعات دي. احنا لازم عندنا قناعه كويسه قوي ان عندنا كنوز في مصر. النهارده كنوز، ولو خدت الفرصه تمام ما كانتش يعني محمد صلاح لولا ان هو برضه يا بني ادم انا قلت له الاهلي طالبك والزمالك طالبك، لكن انا شايفك بره لولا ما يكون هو اللي عنده الاراده بره كان برضه راح الاهلي والزمالك كانت تاكل البسيره. انا بعد وطلع نشيد وفتح لهم السكه بره ان شاء الله. يعني لو اي حاجه بره انا عارف مهما كان هياثر على النادي، لان الفائده اللي هتطلع على مصر على الانديه الاخرى اكثر. اكيد طبعا كلام محترم جدا يا باشمهندس. طب حضرتك شايف مين في قطاع الناشئين محمد صلاح يعني؟ انا عندي مجموعه يعني كويسه جدا، في بشوف لاعب اسمه ميرا، بشوف لاعب اسمه كناريا، بشوف لاعب اسمه يوسف الجواري. الثلاثه دول مميزين بالسرعه والخبره، بس لازم بقى لاعب يساعدك. اكيد اكيد هو اللي عنده. اكيد دوافع الشخصيه مهمه جدا طبعا طبعا. احنا مجرد ادوات بتساعد، بندي فرصه بنقول مش هنقف في طريقكم، لكن لازم الاساس هو اللي عمل بيده هو انت اللي عمل بقى الاهمال وما الاهمال. مش عايزين نبقى ننكر هذا الكلام. اللي عمل محمد صلاح محمد صلاح، انما كل ده الا ادوات. لازم عندك الخامس يعني بننميها فيهم ونساعدهم على هذا، ونتمنى طبعا نطلع اخرين صلاح والنني، وبعدين برضه الانديه الاخرى. شوف الدوري الانجليزي النهارده بعد مشوار صلاح والنني في كم واحد وهيروح له كم واحد ما شاء الله. يعني على فكره نميرة مطلوب في انجلترا، احد الانديه اللي هناك، بس لسه ما استكملتش الموضوع يعني. مين يا باشمهندس؟ مين معلش؟ لاعب اسمه ميرا. اوكي تمام. عمرو ميرا. تمام. ده مواليد كام؟ ده مواليد 99. 99؟ ما شاء الله ما شاء الله. ما انا عشان كده بسال حضرتك، حضرتك اكيد دوافع الشخصيه لازم. انا هقول لك على حاجه. اتفضل. بمناسبه عمرو ميرا وقول الكلام ده برضه، عشان عمرو ميرا جاله قبل كده طلع معايشة اسبوع في اليونان. رجع من اليونان عمرو لعيبه كان جسمه رفيع. تمام. ايديه رفيع وبتعمل فيه جدا بطريقه يعني فنياته عاليه جدا. فقالوا لي ان في بعد في اليونان في خلال شهرين هتبعته. النهارده اتفرج عليه ما شاء الله ما شاء الله. انا نفسي بس بقول له انت فولت انت عبيت عضلات. يعني حاجه يعني اهتمام برضه الناشئ بتغذيته الجيم بتاعه كويس مع ناس خبراء في هذا الكلام. احنا بنهتم بكل شيء يعني. اكيد اكيد. يعني باشمهندس اسال حضرتك سؤال والله لسه جاي في دماغي دلوقتي حالا. يعني نظره المهندس محمد عادل تغيرت لقطاع الناشئين عموما والنادي المقاولين عموما بعد تالق محمد صلاح؟ لا، احنا طول عمرنا لو ترجع على مدار المقاولين العرب مين اللي مسك قطاعات الناشئين اللي فيها؟ هتلاقيهم دكاتره كبار جدا، دكتور طه اسماعيل،
شيخ المحللين دلوقتي كان ماسك في فترة من الفترات عمرو أبو المجد، دكتور عمرو أبو المجد كان ماسك في فترة من الفترات، دكتور الله يرحمه كان علي محمد علي كان برضو. لا احنا طول عمرنا بنهتم اكيد طبعا دي حاجه معروفه للكل يا باشمهندس. جمية صلاح برضو بتزيد الاهتمام اكتر اللي مش علينا بس كمان وعلى مصر بالظبط. تمام. طب قطاع الناشئين كافراد كلاعيبه دوافعهم اختلفت بعد ما شافوا محمد صلاح في الدوري الانجليزي اللي ابهر العالم كله؟ اكيد. بس تتكلم مع الاولاد دلوقتي ودي ودي من ضمن الحاجات اللي احنا بنعملها نفسيا انك بتغرس في اللاعب دايما حاطط لهم صور محمد صلاح لا بقى بسعر يقتدى بيه زي ما لازم برضه اللاعب تأهله نفسيا. يعني احنا دايما عندنا في الاعراب بنقول لعيبه النهارده محمد صلاح من في 8 بطولات على مستوى مصر وافريقيا كل الكلام ده عشان اللاعب يتحفز ويحفز نفسه ونشحنه علشان يقدر يشوف نماذج دي يقدر يوصل لها ويعدي. يا ربنا يكرم ان شاء الله يا رب يا باشمهندس. يعني اخر سؤال هسألك مش عايز اطول على حضرتك، يعني شايف نادي المقاولين السنه الجايه هيبقى شكله ازاي؟ هو احنا ان شاء الله برضه بنحاول نقلب التوليفه ما بين مجموعه من الناشئين بالاضافه طبعا الى مجموعه الخبرات مش كبار السن قوي احنا يعني، لكن برضه لازم تكون برضه انا بقول اهو لابد من الخبرات في قلب الملعب لان الخبرات مطلوبه زي ما انت طالب الناشئين بعد فتره هم هيبقوا الخبرات ويطلع ناشئين غيرهم وهكذا. ما تقدرش تقول الناشئين بالكامل ولا كبار السن بالكامل. ان شاء الله نعمل توليفه كويسه السنه الجايه باذن. اكيد. مهندس محمد عادل ايقونه المقاولين العرب والمشرف العام على فريق كره بالمقاولين العرب، شكرا جدا لحضرتك. عايز تعلق على حاجه؟ لا يعني الحمد لله احنا بنتكلم على مؤسسه من المؤسسات الكبيره في كره القدم بصراحه، يعني زي انبي كده زي النادي الاهلي زي نادي الزمالك، لكن هم عندهم جرأه وعندهم شجاعه بصراحه يا ميدو. يعني عندهم ثقه زي باشمهندس محمد عادل بيتكلم، فهم بصراحه بتتحسب لهم ان هم عندهم جرأه وعندهم استراتيجيه ان التسويق في الخارج واللاعبين من صغار السن وهم اللي نجحوا فيها. يمكن احنا كل الناس هتبدا تقلدهم، يعني كل الناس هتبدا تقلد المقاولين العرب بعد التجربه اللي نجحت بتاعت محمد صلاح والنني. في نفس الوقت طبعا بيكرروا لنا تجربه جميله على نبيل ومحمد عوده باشراك عدد من الناشئين. فعايز اقول لك ان دي بتبقى شجاعه وجراه من المسؤولين، بنحيي اداره طبعا المقاولين العرب على هذه الثقه. يعني اكيد يعني برضو مش عايز اعدي كابتن طلعت يوسف. كابتن طلعت يوسف انا دايما بسال على المدربين دايما بيروحوا فرق ويغيروها بصراحه، يعني دايما بسال عن السر ايه. فقالوا لي ان اهم ما يميز الكابتن طلعت يوسف طول عمره اللي هو انضباطه وازاي يخليك منضبط جوه الملعب يا كابتن. لا هو انا بشوفها عنده ميزه ثانيه. قول لي. ورقه وقلم. طب دايما دلوقتي. دايما في لقاءاته دايما بيأيد حاجه. انا نفسي اعرف هو بيكتب ايه. انضباط ده ولا مش انضباط؟ انضباط. يعني عرفت مهم جدا ان اقعد انا بس انا بقعد اركز مع كل مدير فني ايه حاجات انا اقعد اتفرج الاقيه بيحصل هدف بيدخل في هدف المديرين الفنيين كلهم ازاي ويتخانق هو ما فيش هنا هو ماسك ورقه وقلم الهدف فيه حاط رجل على رجله وقاعد وروح مكاتب يقعد يكتب. فده مهم جدا جدا جدا. ليه؟ لان انت طول الوقت لما بترجع للورق هتلاقي كل حاجه متأيده. لو رجعت للذاكره بس هتقع هتخونك في اوقات كتيره جدا. فمعنى ان هو عمال بيأيد النقط دي هيشتغل عليها بعد كده. وهو ناجح جدا في القصه دي وانت لو انت بتتكلم ان هو ازاي بيغير لان هو دايما محضر كل حاجه والمواقف دي كلها ما عدتش عليه كمان يا كابتن. لا طبعا خبره عدت عليه خبرات وورق يعني ورقه معايا بأيد الحاجات دي. في نقط مهمه واحنا بنتعلم منها يعني. فاحنا لازم نقول للناس الفرق بين المدير الفني هنا وهنا ما بيعتمدش على الخبره بس ما بيعتمدش على الاحتكاك بيعتمد كمان على كل ده زائد ان هو كل ده بيأيده وبيرجع ليه في وقت من الاوقات في الاحتكاكات مع اي نادي تاني بالظبط. لقاء الانتاج الحربي عشان وقتنا بيجري وبتروجيت اللي انتهى بفوز الانتاج بهدفين مقابل هدف كابتن ناجي. الانتاج نفس المنظومه العسكريه اللي تفوقت السنه دي بشكل كبير جدا ويمكن لساعد الاداره اختياراتها للمدير الفني. يعني مختار من ضمن المدربين الفنيين اللي عندهم خبرات زي طلعت كده زي طارق عاشة زي حسام اللي انت بتتكلم عنها بقى ميدو ان هو عنده الشخصيه وعنده الجرأه وعنده من العلم وعنده من الدرايه وعنده من الخبرات ان هو
يقدر يحط الانتاج الحربي في المكانه اللي احنا شايفينها المركز السابع اللي دي مكانه يعني مميزه للانتاج الحربي هذا العام. النقطه كمان المهمه كابتن ميدو المرحله الانتقاليه قدر بعد هداف عمر السعيد هداف الانتاج ب 13 هدف يرحل ويروح وادي دجله، يقدر مختار ان هو يعني يستعين بالهداف خالد قمر اللي كان موجود معاه في الاتحاد قبل كده واكيد طبعا مختار عارفه، فالمرحله الانتقاليه كانت مهم جدا للانتاج انه يقدر يعمل هذا الشكل يعني مع مختار. طب انا معايا على التليفون كابتن وليد هويدي مدير الكره بفريق نادي مصر المقصه. كابتن وليد اهلا بيك. كابتن وليد طيب حاولوا تجيبوا لي التليفون تاني. فزي ما قلت لك يا ميدو ان مختار بيمثل يعني عنصر مهم جدا الجانب الفني اللي موجود في نادي انتاج الحربي. طب عشان كابتن وليد كابتن وليد اهلا بيك كابتن. اهلا بحضرتك، تحياتي لحضرتك كابتن ميدو والكابتن مصر كابتن ماهر عماد كابتن وليد رضا شحاته. اهلا وسهلا بيك. اهلا وسهلا بيك. الحمد لله يا فندم. عايز اقول لك يعني موسم كويس ولا موسم وحش، المهم هو انتهى بمساوئه بقى بعيوبه بمميزاته، لكن مصر مقصة من وجهة نظر كابتن وليد هويدي كانت فين؟ والله انا بطلق على الموسم ده من زمان ان هو يعني موسم عدم الاتزان بالنسبة لينا يعني. لان طبعا بعد استقرار حوالي 3 سنوات مع الكابتن ايهاب جلال غيرنا طبعا المسائل الفنيه بتاعتنا وبرضه ما كانش فيه بصراحه يعني اللعيبه في الاول اللي هي كانت تقدر ان هي تغير من اسلوب المقصه لاسلوب جديد، يعني اقصد ان كان فيه بيع برضه لبعض اللاعبين كتير فادى التدهور المستوى في بدايه الموسم. اعتقد ان احنا يعني مع الكابتن محمد سليمان انا برضه نتائج كويسه يعني حصلنا في مع الكابتن على حوالي 24 نقطه في 18 ماتش. لما جه الكابتن طلعت يوسف اخر 11 يعني لعب 11 مباراه يمكن ديت هي اللي وصلنا فيها الحمد لله يمكن بدايتنا الاولى بعض الشيء حصلنا على 20 نقطه من 11 مباراه. بالاضافه ان احنا جبنا حوالي 12 جون او 13 جون ودخل فينا 4 اهداف مع الكابتن طلعت، وصلنا للتوازن يعني في الاخر. واعتقد ان احنا ابتدينا التدعيمات من شهر واحد وجود واحد يعني زي الكابتن احمد عادل عبد المنعم الاضافات الكبيره اللي حصلت فينا السنه دي. في برضه الكابتن صلاح عاشور للاسف طبعا الكابتن شريطه لكن للاسف طبعا اصيب بالضباط الصليبي وموجود طبعا محمد رمضان والكابتن احمد مجد كابتن شريف عادل. وان شاء الله على ان شاء الله هنعمل صفقات كويسه بحيث ان احنا نرجع لسيرتنا الاولى وندخل باذن الله على المنافسه على المربع الذهبي ان شاء الله. ان شاء الله كابتن وليد هويدي يعني كل التوفيق لمصر المقصه في الموسم المقبل، ويرجع بقى مصر المقصه المرعب للانديه. كل التوفيق ليك وللفريق مصر المقصه. كابتن وليد هويدي مدير الكرة بفريق مصر المقصة شكرا جدا ليك. قبل بقى ما نروح لماتش هسأل طبعا ضيوف الكرام فيه ونتكلم برضو معاكم فيه، نروح تقرير عن تألق اللاعبين الأجانب في الدوري المصري ونرجع لحضراتكم على طول. مع انتهاء مباريات الجولة 34 لبطولة الدوري الممتاز تألق المحترفون بأندية الدوري خلال الجولة بعد أن ساهموا في تسجيل العديد من الأهداف الهامة لفرقهم مع ختام مباريات الدوري الممتاز مساء أمس الجمعة. فبعد أن نجح المارد الأحمر في التتويج باللقب للموسم الثالث على التوالي انتهت المسابقة أمس مع وجود بعض المباريات المؤجلة ستقام خلال الأيام القليلة المقبلة. ولكن في الوقت نفسه جاء تألق المهاجمين الأجانب في المسابقة في محاولة للإعلان عن أنفسهم مع إسدال الستار على بطولة الدوري، حيث كانت البداية خلال مباراة المصري وسموحة التي أقيمت يوم الأربعاء الماضي على أرض ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية وانتهت بفوز المصري بهدفين مقابل هدف.
حيث تقدم الإثيوبي أوميد أوكري لسموعة في الدقيقة 47، إلا أن البوركيني أريستيد بانسي لاعب مصري كان له رأي آخر ونجح في إحراز هدف التعادل من رأسية رائعة سكنت شباك حارس مرمى سموحة الذي عجز عن التعامل مع الكرة. بينما وصل السنغالي تالان داي لاعب طلائع الجيش عروضه الجادة مع فريقه ونجح في تسجيل هدف رائع في مرمى الأسيوطي في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ليكافئ ناداي مدربه محمد حلمي الذي اعتمد عليه بشكل أساسي منذ أن تولى المهمة الفنية خلفا لحلمي طولان. كما نجح الكونغولي كابونغو كاسونغو في تسجيل الهدف الأول للزمالك في الدقيقة 6 من عمر مباراة القمة التي أقيمت مساء الخميس الماضي، لينجح المهاجم الكونغولي في تسجيل هدف بعد أن صام لفترة عن التهديف. وصل جون أنطوي مهاجم مصر المقاصة التألق مع فريقه الفيومي ونجح في تسجيل هدف مصر المقاصة الأول في شباك المقاولون العرب في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس على أرض ملعب استاد الجبل الأخضر وأهدر العديد من الفرص الخطرة. بات هو الآخر أحد الركائز الأساسية التي يعتمد عليها طلعت يوسف المدير الفني للفريق. كما خطف ديفيد أوفي لاعب وسط الرجاء الأنظار إليه خلال مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما. وبالرغم من عدم تسجيله لأي أهداف إلا أنه نجح بشكل فعال في المستوى الهجومي والدفاعي بالرغم من هبوط فريقه لدور القسم الثاني. طنطا لأنه فنيا مستواهم كان أعلى، وافتكر ان لعيبه طنطا كانت بتبذل مجهود في الملعب كويس، فافتكر لا طنطا كانت هي المفروض تبقى موجوده في الدوري. طنطا لان طنطا اصلا فرقه كويسه، فرقه لعيبه كويسه عامه، فرجاء عامه صعد كتير ولعب كتير، بس المشكله طنطا لسه يعني صاعده من الموسم ده وعندهم امل ان هم يفضلوا في الدوري. ويعني انا شايف من وجهه نظرنا طبعا طنطا لان طنطا كويسين. طنطا يعني فريق منظم جدا، بس هو بيبقى عنده دايما عيب ان هو ما بيعرفش يحافظ على التقدم بتاعه في الاخر ماتش، بيعرف يضغط كويس، بيعرف يجيب جوان، يعني بيفضل متقدم طول الماتش وكل حاجة، بس بيجي في الاخر ربع ساعة مثلا كده ممكن يستقبل جون واتنين ويخسر يعني. بس هو لا فريق تكتيكال يعني منظم بتاعه جدا يعني، وكان فرصتهم احسن من الرجاء يعني. طنطا طبعا كانت عاملة اداء كويس في الدوري دوت، وهي اللي عندها حق تقعد اكتر يعني. طنطا طبعا مستواهم كان احسن وادوا اداء بشكل كويس، بس هو الحظ محل ما كانش في صالحهم. طنطا كانت بتقدم مستوى جيد جدا وكانت ندي جامد لأي فريق، بس هي كان سوء حظها اللي هم مش متكاملة الخطوط كلها، بس فيها أخطاء في الدفاع، أخطاء في الهجوم، بس هي عموما هي كانت ندي جامد لكل الفرق. أهلا بحضراتكم من جديد. يعني مصر الحمد لله كسبت دوري السفارات اللي كان منظمه النادي الاهلي في الشيخ زايد. الحمد لله احنا كنا قلنا ان مصر حاجه جميله يعني، حاجه جميله باستثناء بقى ونلعب في دوري ايه، لكن مصر كسبت الحمد لله، فازت على ماليزيا 3-1، واحسن حارس واحسن لاعب كمان في منتخب مصر طلعوا بقى اسبوع الجونه يتفسحوا بقى يعني يتبسطوا كمان. اخر لقاء معانا، اللقاء دي كانت لقطات من المباراة، دي لقطات كانت من المباراة مش كده؟ تمام جايبين اهداف وكده. طيب ماشي يلا، اكيد كانت بطولة ناجحة، النادي الاهلي كمان تعامل معاها بمنتهى الاحترافية، حاجة جميلة جدا، بطولة سياسية، بطولة بتقرب كله من بعضه لما تلعب كده على بطولة، اكيد حاجة جميلة جدا وحاجة احترافية جدا، وقلنا ان النادي الاهلي دايما سباق ودايما في المقدمة يعني. كلامنا بقى مجروح بقى عشان بدي دروس في كل حاجة بصراحة، في كل حاجة. طيب اتكلم على ماتش الاهلي والزمالك، عايز تتكلم فيها يا كابتن مروان ولا خلاص براحتك؟ يعني عندنا وقت ممكن نقدر يعني نلخص بس اللي دار في مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.
بنبارك نادي الزمالك. احنا ما عندناش ماتشات، احنا اتكلمنا على الانتاج والبتروجيت واللي احنا نسيناه ده. لا احنا اتكلمنا على الانتاج وانا اتكلمت على الانتاج يمكن بتروجيت بس احنا يمكن رضا بقى ما اتكلمش على احنا اتكلمنا على كتير على البتروجيت لو عايز تتكلم عليه بسرعه. لا لا مفيش اتكلمنا على البتروجيت مع كابتن طارق يحيى وشكلها اختلف وان شاء الله بالظبط. يعني اتفضل يا كابتن مالك. فبنقول ان بطوله الاهلي والزمالك بطوله خاصه مالهاش دعوه للفرقتين، ده وضعه ايه في الجدول او ده نظامه ايه او شكله ايه. نادي الزمالك كسب المباراه، بنبارك نادي الزمالك وبنقول هارد لك للنادي الاهلي. يوم غير عادي يا ميدو للنادي الاهلي، مباراه بنت من اولها كده من بدايه المباراه ان نادي الزمالك عارف بلغه الكوره اتعامل معانا باسلوب فيه نوع من الخشونه واخد بالك، ونوع من انه يخرجك عن التركيز يا ميدو بلغه الكوره، يخرجك عن التركيز اللي انت موجود عليه. يعني دي من ضمن السياسات اللي بتلجا ليها الفرق واخد بالك، اللي تخرجك على النظام المألوف بالنسبه للنادي الاهلي. فشفنا من بدايه المباراه جرأه من نادي الزمالك حتى في التشكيله، يعني يمكن التشكيله اللي لعب بيها خالد جلال مدرب الفريق كانت فيها شيء من الثبات، يمكن جنش وحمدي النقاز والونش ومحمود علاء واحمد فتوح، ولعب بثلاثه في نص الملعب. يعني حتى الشكل وطريقه اللعب اتغيرت في مباراه الاهلي، معروف وطارق حامد ومحمود عبد العزيز، وبعدين يمكن ثلاثي اثنين وبعدين واحد ومبابا وايمن حفني وكاسونجو. يعني دي الطريقه، يمكن الطريقه المثاليه لنادي الزمالك اللي يقدر اختارها خالد من بدايه المباراه. نادي الزمالك اتعامل مع النادي الاهلي اول مره يضغط على النادي الاهلي من بدايه المباراه من قدام، ويمكن دي كانت حاجه غريبه على نادي الزمالك اللي كان طول عمره بيبدا مع النادي الاهلي بيحاسب وخد بالك وبيحافظ وبيحاول ان يامن دفاعاته بشكل كبير. يعني طب استاذنك اخد كابتن طارق يحيى المدير الفني لفريق بتروجيت. اهلا بيك كابتن طارق. اهلا ميدو، ازيك يا حبيبي؟ منور الدنيا يا حبيبي. انت منور انت وكابتن ماهر وبرود منورين. مساء الخير يا كابتن طارق. ازيك يا كابتن ماهر؟ حبيبي كابتن ماهر وكابتن رضا شحاته معايا. كابتن طارق انا قلت ابو الرود يعني ما بمس عليك حبيبي بالرود حبيبي يا كابتن مصر. انت ايه يعني انت عشان احنا خسرنا الماتش ده حاسس ان في كده لهجه كده مش ايه؟ لا يا اخي لا والله يا اخي لا عادي. يعني انا عايز اقول لك يعني سنه عدت عليك ان شاء الله تكون سعيده مع بتروجيت، وان شاء الله السنه الجايه تكون بقى بطموحات مختلفه وباختيارات فيها اريحيه بالنسبه للكابتن طارق يحيى. والله ميجو عايز اقول لك يعني هم بالسنه هي اربع شهور او خمس شهور كانت من ثلاث شهور. ما انا عشان كده قلت كتير سنه. يعني هي بمقام 10 سنين اربع شهور. ان انت داخل على فرقه ما انتش عارف القصه جواها ايه، وفي نفس الوقت تتعامل مع لعيبه اول مره تتعامل معاها، والموقف كان صعب جدا. النقط كانت قليله جدا 16 مباراه 17 بونت، فكانت الظروف في منتهى الصعوبه كانت بتحكينا اللي هو كانت دجله وطنطا والنصر كانوا 14 كلهم. احنا 17، فلما تاخد تيم هتلعب دور ثاني كامل ما انتش ضامن الظروف فيها ايه. بالظبط اجتهدنا، والحقيقه يعني الاولاد تعبوا معانا برضو والاداره تعبت معانا ساندونا بشكل قوي، والحمد لله عدت يا ميدو. يعني طبعا انت لما بتفنس ب 38 بوم مع طبعا مواقف صعبه جدا مرت علينا، لكن الحمد لله اتغلبنا عليها بشكل كبير، والحمد لله يمكن كمان عزائنا الوحيد صحيح ما حققناش مركز متقدم شويه، لكن الكوره اللي اتلعبت الحمد لله بفضل الله كل الناس دي حقيقه اتشهد بكوره حلوه بجد. وما كانش فيه 17 ماتش ميدو ما عدا ماتشين الاسماعيلي وطنطا سجلنا فيه كل الماتشات، سجلنا اهلي سجلنا فيه زمالك كل الماتشات ما عدا ماتشين فقط هما طنطا والاسماعيلي، خسرنا 1-0 من الاسماعيلي وتعادلنا 0-0 مع طنطا في طنطا. يمكن هي دي الصعوبه كمان يا ميدو، ان انت بتلاعب الفرق كلها اللي هي معاك في حلقه المنافسه سواء تحت او فوق هتلاعبها على ملعبها. كل الفرق الكبيره اللي زي الاسماعيلي والاهلي والزمالك هيجوا لك ملعبك، اللي هم اساسا النقط بتاعتهم بتبقى يعني
مش عايز اقول لك 50-50 لا بتبقى 40-60 30-70 فاهم. فبالتالي كان هنا الصعوبه ان انت الفرق كلها اللي بتنافسك هتلاعبها في ملاعبها وانت ما عندكش اريحيه كمان انت نفسك ما عندكش اريحيه خالص. اه انت مضغوط كل الفرق انتاج بره الجيش بره الدجله بره الاسيوطي بره كل الفرق اللي بتنافسك كلها لعبتها على ملاعبها كانت سرعه غريبه جدا حتى الفرق الكبيره الاسماعيلي اهلي زمالك مصري كل الفرق دي على ملاعبها برضه على ملعبك انت ملعبك انت طبعا مش لاعب الاهلي على ملعبك بتبقى النتيجه يعني هنقول 50-50 او 40-60 الزمالك شرحه الاسماعيلي شرحه المصري يبقى يعني طبعا مباراه الماتش على ملعب محايد بيلعب كلها على ملعب واحد فحتى النقط اللي انت على ملعبك عايز تاخدها فيها صعبه فيها كلام فده من هنا كانت الصعوبه انك انت 17 بونت الحمد لله بفضل الله عدينا الرحله الصعبه دي والناس راضيه واحنا راضيين والحمد لله برغم ان انا عدم رأي عن بعض النتائج في بعض الماتشات كمان حتى في الماتشين بالذات يعني ماتش امبارح بتاع انتاج ماتش الاسيوطي ظلمنا ظلم بين لكن قدر الله ما شاء فعل فالحمد لله على كل شيء يعني يعني خد راحتك بقى زي ما انت عايز واكيد انا انا متاكد ان بتروجيت هيبقى شكلها مختلف السنه الجايه حبيبي يا ميدو ربنا يخليك ربنا يخليك كابتن طارق ودايما بتنورني وتشرفني في في, في البرنامج وان شاء الله ربنا يخليك يا رب وان شاء الله بتروجيت تبقى وضع تاني توفيق يا طارق ان شاء الله باذن الله موسم جديد ان شاء الله بالتوفيق باذن الله يا رب ان شاء الله شكرا جدا ليك كابتن طارق يحيى مدير فني لفريق بتروجيت اتفضل يا كابتن فكنا بنتكلم على مباراتي القمه بين الاهلي والزمالك دي بتبقى مباراه خاصه يعني ما بيوصلهاش جدول نظامه ايه الاهلي طبعا اخذ البطوله قبل الموسم بست سبع اسابيع ودي من ضمن الدوافع اللي النادي الاهلي تملي بيسعى عليها ان هو البطوله المحببه بالنسبه له. نادي الزمالك يمكن لو رجعنا لمباراه الاسيوطي كانت مكسب الزمالك الاسيوطي كان في شيء من روح المعنويه اللي ساعدت يمكن الجهاز وساعدت اللعيبه ان هي تخش مباراه الاهلي وعندها الدوافع ان هي تكسب هذه المباراه. عايز اقول لك ان كل 10 سنين بيحصل دروب للنادي الاهلي كل بيمر علينا تبقى انت في احسن حاله يا ميدو وبعدين بتخش مباراه الاهلي والزمالك بيحصل نوع من عدم التوفيق ويمكن ده اللي قاله الكابتن حسام البدري من خلال المؤتمر قال لك ان ما كناش موفقين احنا كنا ممكن نرجع للمباراه. عايز اقول لك ان الشوط الاولاني مجمله فنيا ثلاث كور ثابته للنادي الزمالك جاب منها جولين ويمكن كان ممكن يجيب الجول الثالث من خلال كور ثابته فشوط الكور الثابته هي يمكن كانت كلمه السر لنادي الزمالك. الشوط الثاني النادي الاهلي بالتغييرات اللي عملها حسام البدري ومحاوله للرجوع للمباراه قدرنا نجيب ضربه جزاء لوليد سليمان يمكن مش مبخوتين او مش موفقين يمكن العارضه انقذ الجول لنادي الزمالك بضربه راس لمروان محسن كانت ممكن تعدل النتيجه ونقدر ويمكن صلاح محسن الكورتين اللي جوله كان ممكن كمان نقدر نتفوق على المباراه لكن من بدايه المباراه واضحه قوي ان حتى حاله لعبتنا الفنيه ما كانتش الحاله اللي احنا تعودنا عليها من خلال لعبه النادي الاهلي. حاول حسام البدري انه يعدل في الشوط الثاني لكن طبعا كان الوقت وتامين نادي الزمالك واحساسه ان هو كسبان بهدفين ادته ارتياحيه وثقه انه يدافع على جوليل دول فعلا قدروا يدافعوا على الجوليل عشان تخرج النتيجه بفوز نادي الزمالك من خلال هذا اللقاء. قول بسرعه. يعني الكره دي صعبه جدا 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 يعني انا مش قادر اتخيل ان هي ازاي ما فيهاش كارت احمر مباشر. لا ده كان زعلان وهو واخد انذار. يعني صعبه جدا. طيب اطلع بسرعه تقرير عن بطوله السفارات برضو مع السيد خالد مرتجي عضو مجلس اداره النادي الاهلي والسيد السفير الالماني بالقاهره ونرجع لحضراتكم على طول. ما
مفيش شك ان دي زي ما قلنا يعني نادي الاهلي عليه مسؤوليه وطنيه. النادي الاهلي النهارده دي تاني سنه لكن يمكن اول سنه بتبقى اسمها بطوله الاهلي الدبلوماسيه. السنه اللي فاتت كان فيه 12 او 14 نادي، السنه دي 24 نادي. ده بيقول لك قد ايه قيمه النادي الاهلي. النهارده ما بتحتضن 24 هيئه خارجيه في ارض مصر على يعني اهلي الشيخ زايد ويطلع بهذا المستوى الرائع من التنظيم. الناس كلها بتتحدث، يمكن السفير الالماني كان لسه بيقول لي ان هو بيبعتوا تقارير بره قد ايه التنظيم محترم وقد ايه احنا دايما بنقول ان الرياضه هي اللغه اللي بتؤلف القلوب وبتؤلف الشعوب مع بعض. اما يبقى في 24 هيئه خارجيه منهم امريكا منهم روسيا منهم انجلترا منهم المانيا يبقوا موجودين هنا و و و و ويطلع بهذا المستوى الرائع، ده ان دل على شيء يدل ان بلدنا ماشيه في الطريق الصح، بلدنا بلد الامن والامان. وان شاء الله باذن الله يكون النادي الاهلي له دور ولو بسيط قوي ان هو السياحه ترجع مصر، الناس تعرف قد ايه ان مصر بتحب كل الناس اللي بتجي لها وقد ايه مصر كريمه والناس بتوعها كرام واهلها كريمه. فالحمد لله رب العالمين. متهيألي يمكن الـ 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 الغرض من هذا الحدث متهيألي تحقق بنسبه 100%. انت شايف الناس قد ايه مبسوطه، قد ايه المكان حلو، قد ايه حتى الجو حلو، يعني ربنا كرمنا في كل حاجه، يعني كل الجو وكل الاجواء مناسبه ان هو يطلع حاجه محترمه. الناس كلها مبسوطه، بتشوف المشجعين كله بيجي باهله. الحقيقه يعني انا ببقى فخور ان انا بنتمي للنادي الاهلي لو منظم حدث زي ده. حرصنا ان احنا نجيب النجوم الكبار خاصه اللي لعبوا في المانيا، يعني هاني رمزي، ياسر رضوان، محمد عماره، متواجد طبعا محمد فاروق، في احمد حسن، في هشام حنفي، ياسر ريان. يعني الحقيقه كون الناس دي تيجي انها تبقى عايزه تشارك برضو دي حاجه حلوه وبتثري من البطوله. يمكن السفير مبسوط جدا قد كده ان احنا مهتمين وقد كده ان اللعيبه القديمه تيجي عشان تبقى مهتمه انها تشارك في هذا الحدث وفي نجاح هذا الحدث في ختامه. فما فيش شك ان دي حاجه محترمه ويشكروا عليها الحقيقه. بيقول هي مش اول مره ان هم يشتركوا مع الاهلي في تنظيم الدوره دي، دي تاني مره، وهم ما كانش عندهم شك انها هتبقى بروفيشنال بالظبط زي السنه اللي فاتت. بيقول غير ان احنا جيران الاهلي في الزمالك، السفاره ونادي الاهلي جيران جنب بعض، الا ان كمان احنا عندنا زميل في السفاره اللي هو استاذ هشام مرزوق، هو كانت دي فكرته اصلا من السنه اللي فاتت، وهو زميل في السفاره، وبالتالي لما لقوا السنه اللي فاتت كان ناجح الى هذا الحد وبروفيشنال جدا ان هم يشتغلوا مع نادي الاهلي، فهم حبوا يكرروا تاني التجربه. المباريات كانت شيقة جدا، وكانت في اللعب بتاع اللعيبة كانوا very professional. هو بيقول كمان ان اهم حاجة ان مش اللعب بس كان كويس والتنظيم كان كويس، كان في هم كانوا بيلعبوا fair جدا، وده اهم حاجة في الموضوع ان اللعب كان very fair. انزاتورن بهالزيت تورنمنت دس تورنيه. بيقول ان هو زي ما المباريات كانت في خلال البطوله كلها كانت فير وكويسه وشيقه، يتمنى ان الفاينل يبقى برضو بنفس التشويق ويبقى فير. وبيقول ان كله كان كويس من البدايه ويتمنى النهايه تبقى بنفس الفيرنس. sich überträgt dann auf das Miteinander der Botschaften und der Länder. اهلا بحضراتكم من جديد. ده كان تقرير يعني مع السيد خالد مرتجي، السيد المهندس خالد مرتجي عضو مجلس اداره النادي الاهلي، والسيد السفير الالماني يوليوس لوي السفير الالماني بالقاهره، واتكلموا عن نجاح تنظيم النادي الاهلي لهذه البطوله اللي انا شايف بطوله سياسيه من العيار الثقيل وحاجه مهمه جدا. النادي الاهلي دايما سباق في الحاجات دي بصراحه. يعني كابتن رضا لو عايز تتكلم عن ماتش الاهلي والزمالك في عجاله. لا انا بقول الماتش الاهلي والزمالك كان الموضوع حساس بالنسبه لك بس برضه يعني. لا خالص مش عايز، انا بتكلم في حاجات فنيه مش بتكلم في حاجه تانية الحمد لله. انا شايف ان هو نص الملعب كان هو كلمه السر في اللقاء. النادي الاهلي كان فيه شويه دخل اللقاء مش من اللي احنا متعودين عليه في النادي الاهلي، ولكن في المجمل اقول مبروك نادي الزمالك فوز لقاء ومبروك نادي الاهلي على بطوله